Today it is my pleasure and honor to have one of the best beloved professors in nephrology. This is Professor Muhammad Nasrallah. And would you please allow me to introduce him in Arabic? And then the presentation will be in simple English, inshallah. دكتور محمد نصر الله طبعا هو استاذ امراض البطنه والكلى بطب القاهره القصر العيني هو خريج القصر العيني سنه 94 والماستر ديجري 99 والدكتوراه 2005 هو حاليا استاذ وطبعا معروف جدا جدا في القاهره وخارج القاهره لانه هو من الحاجات اللي ربطتني بالدكتور محمد نصر الله منذ البدايه هو شغفه للتعليم الطب المستمر واظن انه عنده قدرات خاصه جدا دكتور محمد طبعا هو له ببليكيشنز عضو في جميع الجمعيات عامل سيستر شيب مع الجمعيه الاوروبيه لامراض الكلى وبيعمل الكورس السنوي بتاعه لتعليم الاطباء اسبوع كامل في القاهره حاجه كبيره جدا طبعا له في الترانسبلانتيشن وعامل سيستر شيب مع فرنسا وبيشتغل مع جرنوبل دي مدينة جميلة جدا انا كنت زرتها سنة 2000 فالدكتور محمد نصر الله يعني له باع كبير جدا هو الاريا اوف انترست بتاعته قبل ما يخش في عالم الترانسبلانتيشن بقوة كان السي كي دي ام بي دي وله ابحاث منشورة في المجلات الدولية بقوة في موضوع السي كي دي ام بي دي وبدا يشفت لليومينكس اخر مقالة اعتقد منشورة انترناشونال هي اليومينكس في الترانسبلانتيشن عدد كبير جدا من العيانين انا بحب الصوره ديت لان الصوره ديت من اكتر من 10 سنوات وفيها رسمه اليوراني تراكت ديت على جبل في لبنان وده على الجليد كان الجليد داب وبعدين فاضل لوحه التلج ده على الجبل رسمنا عليه اليوراني تراكت لان احنا فعلا مشتركين في الحاجه اللي مشتركين فيها بشده هو التعليم الطبي وفي الرحله دي دكتور محمد دعاني ان انا اجوين هيم مع الدكتور ابراهيم في مستشفى دار الامل في لبنان لاعطاء تيتشينج كورس للدكتور ابراهيم ويمكن الصوره دي بقى فيها الدكتور نصر الله واحنا قاعدين في الرحله دي. الدكتور نصر الله منذ بدايه الكورسات بتاعت الهيموداليسس في مركز الكلى وانا طبعا هو استاذ مشرف جدا ودايما البرزنتيشنز بتاعته بتلاقي فيدباك عالي جدا وهو طبعا اللي عرفني بعد كده بالاصدقاء من القصر العيني الدكتور طارق فياض والدكتور حسين فيشاوي يعني هو كان بدايه معرفه جيده جدا بناس كلهم يعني قمم في العلم والتحضر وفي كل حاجه جميله فانا متاكد النهارده ان الدكتور محمد واختياره لموضوع الدايابيتك كيدني ديزيز الدايابيتس فيري كومن وان اوف ذا موست كومن كوزز اوف كرونيك كيدني ديزيز والمانجمنت اوف دايابيتس ان كرونيك كيدني ديزيز ده محتاج ان ارت طبعا الجزء الثاني من البرزنتيشن هيبقى الدكتور علي شندي الدكتور علي شندي قال معانا اللوبس نيفرايتس وهو واحد من الناس المتميزين جدا فهيعمل كومبلمنتري لانه هيتطرق لرينال هايبر فلتريشن وهيبقى ابلايد هيركز على الراس انهبيتورز او الراس بلوكيد اند صوديوم جلوكوز كوترانسبورتر انهبيتورز انا يشرفني من خلال شعبة التعليم الطبي المستمر والتعلم عن بعد الجمعية المصرية لأمراض الكلى أن أرحب بالدكتور محمد نصر الله في أول لقاء يجمعنا به في حلقات الويبينار وأنا مش عاوز أطول عن كده عشان ما أقللش الفايدة من هذا الميتينج هستوب ماي سلايدز وهدعو الدكتور محمد نصر الله يبدأ يعمل شير لهيز برزنتيشن دكتور نصر الله تفضل دكتور محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معلش دكتور حسين انت اصل انا كنت بحاول انت مش مشكله مش بديني فرصه تعمل اون ميوت اتفضل ربنا يكرمك انا متشكر جدا طبعا على التقديم الرائع ده هو انت ما حدش بيغلبك يا دكتور حسين في موضوع التقديم الحقيقه يعني منتهى يعني الجمال وانت راجل شاعر ومصور وفنان يعني فما حدش بيغلبك في الكلام ما شاء الله ربنا يكرمك ما بقتش مصدق انك بتتكلم عليا بس انا عجبني قوي الصوره بتاعتنا واحنا فوق جبل الجليد ولابسين نص كم يعني
عليهم القوة والفكوانة من دنيا. ربنا يكرمك دكتور تيمور، ربنا يخليك. ده اقل من حقك والله يا دكتور محمد، لان انت انت كنت بدايه لسلسله متميزه جدا من الناس اللي تعرفت عليها من القاهره، وبيجمعني بيك هو حب التعليم، ودي حاجه جميله جدا. اتفضل. الله سبحانه وتعالى يوجدنا عليه باذن الله. اتفضل يا باشمهندس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا بس استاذنك يا دكتور حسين، انا هتكلم بالعربي، انا بصيت على الناس. ماشي خلاص، لقيت ما فيش مشكله، هيبقى اسهل للكل يعني. ما فيش مشكله. احنا البرزنتيشن دي از جوينج تو بي فيري كلينيكال. انا شو انا متابع حضرتك بتعمل حاجات كتيره بقالك فتره، وحاجات حقيقه مع اساتذه افاضل وفيري ابديتد وقويه جدا. انا النهارده الكلام هيبقى فيري كلينيكال، يعني فيري كلينيكال وفيري بيزك الحقيقه. هو بس انا بنراجع سوا حاجه احنا بنشوفها كتير وهي مش في تخصصنا قوي، واهميه ان احنا نتكلم فيها هي حاجتين. اولا ان احنا وي ار نوت دايبيتولوجيستس، مع اننا بنشوف حوالي 30 40% من عيانين عندهم سكر، وما احناش منغمسين قوي بعنف وسط الدايبيتولوجيست. نمره 2، احنا لما بنتعاون مع الدايبيتولوجيست بنلاقي ان هم عندهم شويه يعني ايه حاجات احنا محتاجين نصلحها عندهم، زي ما احنا محتاجين يعرفونا شويه حاجات ويصلحوا لنا شويه حاجات في ممارستنا. والحقيقه ده حصل فعلا لما ابتديت اتعامل اكتر مع الجمعيه بتاعت الدكتوره ايناس شلتوت، استاذ امراض السكر في القصر العيني، لقيت ان في حاجات كتيره عندهم احنا مش مطلعين عليها. والحقيقه هم في حاجات كتيره قوي عندنا في البيزك مانجمنت، انا بتكلم على بيزك مانجمنت بتاع دواء بتكتبه للعيان في العياده، للاسف هم مش مطلعين عليها او مش واصله لهم كويس. فحسيت ان احنا محتاجين ان احنا ايه زي ما بيقولوا نهوموجينايز ونخليها ميه واحده، بحيث ان احنا نفهمهم وهم يفهمونا في البيزك خالص اللي بنعمله في العياده. ولن اتعدى الديلي براكتس، يعني مش هقول اي حاجه يعني كبيره، يعني كله كلام احنا عارفينه، بس زي ما قلت هنظبطه سوا. يعني ابتدي معاكم بس بالقصه دي. دي قصه ظريفه كده حصلت بجد فعلا، واعتقد في ممكن يكون ناس من الحاضرين حضروها معايا. كانت مشكله كده حصلت، كنا في مؤتمر بره مصر، وبعدين اتكلمت على استخدام الميتفورمين في العيانين اللي عندهم كيدني ديزيز، وكان ساعتها هم عندهم الجايد لاينز بتاعتهم بتاعت الامريكان دايبيتس اسوسيشن بتقول ما تستخدموش على كرياتينين اكتر من 1.5، رقم كده ما اعرفش جابوه منين. وكانوا بيعتبروا اللي بيدي ميتفورمين لواحد اكتر من 1.51 الكرياتينين بتاعه انه اجرم يعني. ولما قمت اتناقش معاهم في السيفتي وما اعرفش ايه والداتا اللي عندنا اتسترا اتسترا والريجستريز والستديز، قام حد فاضل من اساتذه السكر وابتدى يتعصب جدا، وبعدين في الاخر قام لا قال لهم انا هضربه. يعني هو ما كانش بيهزر، وفي وسط مؤتمر محترم جدا وفي اساتذه كبار جدا، وراجل يعني كان يكبرني بحوالي 20 30 سنه، قال لهم لا ده لازم اموته علشان يبطل يعمل كده في العيانين. والحقيقه كانت بدون اي نقاش علمي الحقيقه، ودي مشكله كبيره حكايه الميتفورمين دي. One of the things we really need to homogenize. القصة بدأت يعني عبارة عن أنت عندنا حوالي 40% 30-40% من عينين السكر هيجيلهم diabetic nephropathy، والمورتاليتي بتاعت دول حوالي 35% على مدار 10 سنين، والمورتاليتي دي أقل التلت لو استخدمت معهم metformin في العيان اللي عنده chronic kidney disease and diabetes. احتمال الوفاة الحقيقة أقل مش أكتر. يعني لو كان هذا الطبيب الذي يعني اخذته العزه انه كان عايز يبج بطني يعني في المؤتمر، بيشوف 500 عيان في السنه جداد بما انه دكتور سكر، تقريبا 150 200 واحد منهم هيجي له دايبيتيك نيفروباثي ات سيرتن بوينت ان تايم، يعني في خلال 10 سنين المفروض انه هيموت منهم 70 واحد على المورتاليتي ريت اللي احنا متفقين عليه، يعني 7 في السنة. لو كتب لو ما كتب لهمش متفورمين كان ممكن يبقوا 5، يعني في 2 عيانين توفوا بسبب التنشنة والتربلة بتاعت ان احنا بنشتغل بدوجماز بكونسبتس بافكار مش 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 قابلة للنقاش والعقل. يعني ف زي ما قلت احنا عايزين علشان ما يبقاش الموضوع عركة وخناقة نهوموجينايز شغلنا مع شغل دكاترة السكر، وتبقى الموضوع مور اوف هدنة. يعني
طبعا انا لما جيت اتكلم على الدايابيتس ما كانش ينفع اتكلم على الدايابيتس كله لانه ده تخصص، اتكلم على ايه في الدايابيتس يا خبر ابيض، ده كلام ملوش اول من اخر يعني. لكن انا اللي هتكلم عليها اتكلم على مانجنج الهايبر جلايسيميا فقط بس كده في العيانين بتوعنا. طيب هو يفرق في ايه الكرونيك كيدني ديزيز عن عيان السكر العادي؟ لا يعني حضراتكم سيد العارفين يعني، اولا الميتابوليزم بيتغير تماما بسبب الكرونيك كيدني ديزيز، من الانسولين ريزيستنس وانسولين كليرنس اللي بيقل للجلوكونيوجينيسيس اللي بيبقى امبيرد اند سو اون، الجي اي تي الابيتايت بتقل، جاستريك امتينج بيقل، ممكن العيان يبوظ يضم الدواء يبقى متاكل يحصل له هايبوغلايسيميا بسبب الديلي جاستريك امتينج، يحصل فلكتويشن في الشوجر. عيانين كتير قوي ياخدوا الدواء ويقول لك ما كانش ليا نفس، سكري كان عالي ونفسي كانت مسدوده فاخدت الانسولين وما اكلتش وجاله بعديها هايبوغلايسيميا وفلكتويشنز الفظيعه اللي احنا عارفينها يعني. طبعا مشاكل بتاعه الدراج ميتابوليزم بقى طبعا يعني يتقال فيها ورك شوبس يعني، من اول الدراج ابزوربشن لغايه الفارماكوداينامكس مرورا بكل الحاجات اللي احنا عارفينها في الفارما. طبعا العيانين بتوعنا are very prone to hypoglycemia بسبب المشاكل الكتيرة اللي قلناها دي، plus they are not really aware of the hypoglycemia لما بتحصل بسبب الاوتونوميك نيروباثي والادويه اللي بياخدوها، فيجيله hypoglycemia من غير ما يحسوا تحصل ال complications. الطريقه اللي بنعالج بيها السكر كانت والحقيقه ما زالت الى حد كبير، ولكن ثانية واحدة نعمل حاجة بس في البرنامج. ثانية واحدة. الطريقة أساسا كانت مينلي على إنه ظبط سكر العيان، وأنا فاكر أيام ما كنت نايم كان الموضوع كله بيقولوا لنا إيه ظبط سكر العيان. طب بظبط سكر العيان لكام؟ يا راجل بس ظبطه. الكلام ده كان سنة 97 98. وبعد كده ابتدى يبقى فيه كلام على انه هنظبط السكر ستريكتلي، يعني هنستخدم حاجه كده اسمها جلايكيتد هيموجلوبين شغالين عليها الناس ومحترمينها قوي، بيقولوا لازم يبقى 9 علشان يبقى العيان ستريكتلي كنترول. وبعدين لما عملوا كده لقوا العيانين الكومبليكيشن بتاعتهم بتقل، قبل كده احنا كان العيانين بيبقوا صحين مننا الحقيقه يعني. طيب يلا نظبط اكتر من كده، وابتدت نبقى فيري ستريكت في تظبيط السكر في الفتره بتاعه 2005 2007 لغايه ما لقينا ان ابتدت تحصل كومبليكيشنز بسبب التظبيط المبالغ فيه، وبقى الموضوع ايه طلع السكر نزل السكر، لغايه ما ابتدينا مؤخرا في الفتره الاخيره مع ظهور ادويه جديده نقدر نقول ان هستخدم دواء مش بس بيظبط السكر لا وليه فوائد اخرى للمريض، زي ما بنعمل في الضغط كده نستخدم اي سي انهيبيتور علشان يقلل البروجريشن اوف كيدني ديزيز، عشان يقلل الهارت فيلير، على استخدم دايوريتكس في العيان اللي عنده هارت فيلير او اديما، يعني في حاجه ثانيه غير تظبيط السكر انا بستخدم الدواء. طبعا الكلام ده ما كانش ممكن يحصل زمان، لانه زمان ما كانش فيه غير ثلاث ادويه لما كنت نايم برضو، كان فيه الانسولين وكان البوركاين انسولين والهيومن كان لسه طالع حتى، وكان في السلفونايل يوريز يا دوبك اللي كان موجود الدوانيل اللي هو الكلايبنكلامايد وكان لسه الدايمايكرون الحاجات دي بتطلع يعني، والميتفورمين. طب نعمل ايه؟ يا عم لو عيان تخين اديله ميتفورمين، عيان رفيع اديله الدوانيل، عيان مش متظبط معاك لا ده ولا ده اديله انسولين وخلاص. وكانت القصه كده بمنتهى البساطه يعني، طبعا الموضوع تطور شويه. وتظبيط السكر محتاج اني اعمل له مونيتورنج برده بطريقه غير اللي جار عليها الزمن، وما زال للاسف بنلاقي ناس بيستخدموها، يعني احنا محدش بيظبط السكر بالفاستنج والبوست برانديال، بلاقي ناس كتير قوي عايز يشوف العيان بتاعه سكره مظبوط ولا لا، يقوم قايس له سكر في العياده كده مره بالجهاز او يعملوا فاستنج بوست برانديال، مفيش الكلام ده. المفروض طبعا نعمل جلايكيتد هيموجلوبين. مشكله الجلايكيتد هيموجلوبين في عيانين الكلى انه بيتاثر بحاجات كتيره، ممكن يوطى فولسلي يبقى فولس لو بسبب نقل الدم، بسبب اريثروبوتين حديد، يعني لو طول ما انت بتحاول تزود الدم بتاع العيان وتطلع نيو ار سيز هتوطي جلايكيتد هيموجلوبين، والعكس صحيح. طبعا هذا الامر بيتطور دلوقتي. القصه اللي بتضحك بقى دكاتره السكر علينا ساعات لما نقول لهم الفركتوزامون فركتوزامين والجلايكيتد البيومين ربما يكون افضل في عيانين الكلى عن الجلايكيتد هيموجلوبين. الموضوع ده كده بالظبط زي ما نقول لهم الانسان بتاع الكهف وهو قاعد جوه الكهف. هذا الامر الجلايكيتد هيموجلوبين الحقيقه ابتدى جدا فركتوزامين والجلايكيتد البيومين نوت فاليديتد يا جماعه، اتس نوت تيستد اجينست الاوتكمز،
وانهي ليفل اللي هظبط عليه. وبعدين لازم تتعمل بعد كده ترايلز، لما تظبط ووصلته للتارجت الكومبليكيشنز حصل فيها ايه. هذا الكلام مش موجود خالص مع الحاجات دي. ده غير ان الناس بقى دلوقتي بتتكلم في كلام حاجه تانية خالص. طبعا القصه اللي بقى لها حوالي 15 20 سنه بقت هي اللي بنعتمد عليها في تظبيط السكر، يمكن اكتر كمان من الهيموجلوبين دلوقتي، هو السيلف مونيتورنج بتاع البلد جلوكوز. العيان بيحلل لنفسه فريكوينتلي قبل وبعد الاكل، بناخد يومين ثلاثه في الاسبوع في الشهر واتيفر، نحلل قبل وبعد، في جداول وطرق طريق مختلفه كتيره علشان يبقى عيني على السكر بتاع العيان. ودي نفس الكونسبت اللي بقينا نستخدمها في الضغط النهارده، الهوم بلاد بريشر مونيتورنج. العيان في السكر والضغط دي حاجات بتفلكتويت قوي، فتعادلها وتظبطها والمونيتورنج بتاعها في البيت احسن من العياده والمعمل. اللي جديد قوي مش قوي يعني، انما الحقيقه جديد بقول قوي لانه لسه ما وصلش عندنا مصر، لكن الحقيقه انا شفته مع ناس دايبتولوجيست، ناس سوري عفوا مرضى سكر اصدقاء عايشين بره، هو الكونتينيوس جلوكوز مونيتورنج. بتحط سنسور صغير قوي قوي تحت الجلد، السنسور اللي بره ده مجرد بس لزقه ممكن تشيلها وتحطها، لكن بيبقى فيه سنسور صغير تحت الجلد محطوط سبتينيسلي، وبتجيب الجهاز ده وتقوم ممشي جدوبك بس لامس بيه الباتش دي، بيقوم قايل لك السكر كام. ممكن تعمل الموضوع ده مليون مره بقى في اليوم، يعني زي ما انت عايز اعمله زي ما انت عايز. والحاجات دي في منها اجهزه متطوره جدا ممكن تبقى متوصله بالجهاز بتاع التليفون بتاعك، الحقيقه ممكن يبقى متوصل ب داتا سيستم عند الدكاتره بتوعك ويرسم لك كيرفات، ولما تخش على الدكتور يشوف الكيرف بتاع السكر بتاعك اللي اتقاس 200 مره قبل ما تجيله في الاسبوعين اللي فاتوا مثلا يعني. وطبعا مش 200 هتخلص البطاريه، انما يعني لو معاك فلوس وهتشتري بطاريات ان شاء الله 100 مره في اليوم زي ما انت عايز. وممكن كمان يبقى الجهاز ده متوصل بانسولين انفيوجن بامب، ودي جميله جدا في الاطفال الصغيرين وفي الناس التايب 1 دايابيتكس، ان هو موصل الاثنين مع بعض بقى. هذا الجهاز يقيس السكر ويقوم مدي علامه ل انت بتاكل بتشرب مالكش دعوه، انت بتحقنش نفسك انسولين. هو الجهاز اول ما يلاقي السكر عالي بيدي اشاره للبامب بتاعه الانسولين اللي بتبقى متظبطه على انها تطلع جرعه الانسولين المناسبه. فده الجديد، مش الفركتوزامين والجلايكوجين البيومين. تاني احنا خلاص وش دروب ذوز تيرمز، وايه ونخلينا في الكونتينوس جلوكوز مونيتورنج، هو ده اللي جاي يعني. طيب ظبطنا، خلينا في الجلايكيتد هيموجلوبين البلدي بتاعنا. التارجتس بتاعتي هتبقى كام؟ والله زي ما قلنا احنا عارفين through the history ان احنا كنا بنحاول ننزل الجلايكيتد قوي، لان كل ما بتقلله كل ما بتقلل فرصه حدوث المضاعفات. هو بالعقل كده، اذا كان السكر هو اللي عامل المشاكل، لما اخلي العيان ده سكره على طول مظبوط زي اللي ما عندوش سكر، المفترض ان ما تحصلوش كومبليكيشنز او على الاقل تقل قوي. يعني طبعا احنا عارفين السكر مرض الدايابيتس، يعني مش مساله السكر عالي بس، انما في حاجات ثانيه بتحصل، انما السكر اهمهم. اظبط السكر الكومبليكيشنز هتقل. هل ده حصل؟ الحقيقه حصل الى حد ما في المايكروفاسكولار كومبليكيشنز، في الفندس، في النيو اونست البيومينوريا على اعتبار ان دي از ا فورم اوف مايكروفاسكولار ديزيز. بس المشكله ان لما عملنا كده في ستاديز كتيره قوي اللي حصل انه المورتاليتي زادت والكارديوفاسكولار ايفنتس زاد، او على الاقل حتى ما تحسنتش يعني. فما جانيناش حاجه من تظبيط السكر ده غير ان احنا جبنا للعيانين بتوعنا هايبوغلايسيميا. فالفايده اللي خدتها من تظبيط السكر قضى عليها الهايبوغلايسيميا. هايبوغلايسيميا معناها ان العيان هياكل اكتر، واحنا عارفين الديفنسيف ايتنج، هيتخن فهيجيله ديسليبيديمياز وتزود الريسك بتاع الكورونريز ويديله كارديوفاسكولار كومبليكيشنز، وممكن طبعا الوفاه بسبب الاريثمياز او بسبب الاكسيدنتس اللي بتحصل في عينين الهايبوغلايسيميا. فابتدينا نمسك العصايه من النص، بدل ما نبقى زي البني ادم الطبيعي في عيانينا اللي عندهم دايابيتس ويبقى الجلايكيتد هيموجلوبين بتاعك اقل من 6، ابتدينا ندور على تارجت، وكل بوبيوليشن ليها التارجت بتاعها. البوبيوليشن بتوعنا احنا عيانين الكلى، من الستاديز الكتيره اللي معموله عليهم غالبا اقل مورتاليتي بتشوفوا فيهم اراوند جلايكيتد هيموجلوبين اراوند 8،
مع التحفظ الشديد جدا على الفلاسيز السابق ذكرها بالنسبه لبقيه الهيموجلوبين. هو افضل الادوات في ايدينا. It's not perfect بس هو ده اللي عندنا. فعيانين الغسيل around 8 is fine. Most studies ما بين 6.5 ل 8.5. خليك في الحته دي. في النون دياليسيس بوبيوليشنز الستديز للاسف ودي غريبه جدا مش فاهم ليه الحقيقه ما هياش بالكثافه اللي المفروض كانت تتعمل. واذا كان دكاتره السكر بيكسكلود عيانين الكلى من الستديز بتاعتهم لانهم بيوحشوا النتائج بيخلي النتائج وحشه لان عيالنا مشاكلهم كثيره فما بيدخلهمش في الستديز عشان ما يدورلوش النتائج. كان شغلتنا احنا الحقيقه كنيفرولوجيست نعمل الشغلانه دي. بس هي ستديز على the optimum glycated hemoglobin في النون دياليسيس بوبيوليشن والسي تي دي لا يمكن الاعتماد عليها. طب نعمل ايه يا سيدي؟ بنبص على الارقام بتاعت الجنرال بوبيوليشن وناخدها كده بالبركه وخلاص. ده اللي قدامنا، ده المتاح للاسف يعني. طيب لما بنعمل كده نخلي عيانين الكلى انتنس كنترول ولا الكنترول الريجولر؟ طبعا كلمه انتنس من مش انتنس بتختلف من ستادي لستادي، بس خلينا نقول انتنس دي اللي هي اقل من 7 اقل من 6.5 اغلب الستادي. لقوا انه كان زي ما قلنا لما بتعمل انتنس لورينج انت بتقلل ربما تكون بتقلل شويه حدوث المايكرو البيمينوريا، ولكن ما بتاثرش قوي على اهم حاجه ان الكرياتينين يعلى او ان العيان يوصل لغسيل. يعني ظبط السكر زي ما تظبطه ووصل بجلايكيتد زي ما انت توصل، انت مش هتمنع او تقلل فرصه ان العيان ده يصل للغسيل. للاسف الكلام ده قديم شويه طبعا لان انا هغيره سنه في الاخر، ولكن كان ده اللي حاصل. نتيجه ايه؟ نتيجه المورتاليتي اللي بتحصل، لان العيانين دول بيموتوا في الاخر. ما هو انت هايبوجلايسيميا فعيان عنده رينال فيلير يا اما فعلا هياكل تاني ديفنسفلي ويتخن وتزود على الكارديوفاسكولار ريسك فاكتورز بتاعته انه عمال بيتخن بالديفنسف ايتنج، يا اما هاي سيفير هايبوجلايسيميا وتحصل اكسيدنت. لسه عندي عيان بيشتغل سواق دخل بالعربيه بتاعته، كان ولد في منتهى الذوق والادب والجمال يعني، دخل بالعربيه بتاعته في ميدان رمسيس في حوالي عيله فيها 3 أو 4 موتهم كلهم، وطبعا اتشد من العربيه قعد ترن علقه وهو مدروخ في وسطيهم، قالوا له كمان بتدوس الناس وانت سكران يا سافل، وخد علقه ترن على مراحل السجن واتحط في السجن وكانت بهدله، وكان عيان اصلا كيدني ترانسبلانتيشن والدواء بتاعه ما كانش معاه، حاجه ماساويه يعني. هايبوجلايسيميا از ا سيريس بروبلم يعني. ولكن رغم ذلك بنضطر نستخدم اسوأ ادويه تاريخا في الهايبوجلايسيميا في الاورال دراجز السلفونايل يوريز، اللي هي زي ما بيقولوا بالبلدي كده انا بحبك ولا بقدر على بعدك. ليه؟ لانها رخيصه جدا يعني. ما احنا عارفين الادويه لو رحت اشتريت الاوريجينال جلايكلازايد ولا جلايبنكلامايد ولا وات ايفر بقى ايا كان، دي ار فيري تشيب. ولو رحت جبت جينيريك هيبقى ببلاش، بيتوزع العيانين بيروحوا يصرفوه من التامين ويرموه من كتر اللي بيدوه لهم. وده ار فيري افكتيف، ما فيش حاجه بتنزل السكر في كل الاورال دراجز بقوه الادويه دي، وما هماش نيفروتوكسيك. بس مشكلتها الهايبوجلايسيميا، والهايبوجلايسيميا بتاعتهم ساعات بتبقى فيري ريزيستنت، يعني العيان يحس بالهايبوجلايسيميا ياكل شويه يفوق ويخش ينام يجي له انذر اتاك اوف هايبوجلايسيميا، وياما شفنا عيانين ما فاقوش منها بالسيناريو ده. كان طلع فتره كده دواء اسمه جلايبنكلامايد لسه موجود طبعا اللي هو الاماريل، طلع وانا نايم برضه في اواخر نيابتي كده، قالوا ده احنا جبنا لكم السلفونايل يوريا اللي ما بيعملش هايبوجلايسيميا خالص. طبعا دي كانت ضحك على الدقون لانه الستديز كلها بعد كده ورت انه it is probably one of the worst drugs for causing one of the worst new drugs new sulfur new sulfonylureas يعني في حكايه الهايبوجلايسيميا دي، اسوء بكتير جدا 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 من الجلايكلازايد. فانا للاسف ما زلت بشوف بعض الناس تستخدم الاماريل على انه السلفونايليوريا اوف تشويس في عيانين الدايابيتس في عيانين عفوا الكلى، واعتقد انه it is our job as nephrologists to tell our internal medicine colleagues and our colleagues في diabetology انه this is not the right choice. Glycemic pride is not the drug to use if you want to prevent hypoglycemia خصوصا في عيانين الكلى. لو مضطر امرنا لله هنستخدم الجلايكلازايد.
ما بحبش استخدم قوي الاسماء التجاريه، ولكن جلايكوزايد باي مايكرون على اعتبار ان دي ادويه الحقيقه يعني ليس لها يعني خلاص بقى ليها الجينيريكس، وبقت يعني ما هياش من الادويه التي يتم الترويج لها خالص. معلش هاخد راحتي شويه علشان اوصل الفكره للناس. طيب الخلاصه، سلفونيلوريز افويد الجلايبنكلامايد اللي هو الدوانيل واشباهه، والجلايميبرايد خصوصا اللي هو الاماريل لو ما هتستخدمه لازم تقلل الدوزز قوي قوي قوي، ولما ينزل جي اف ار تحت 30 بليز افويد ات، اتس نوت ا فيري جود دراج فور ذوز بيشنتس. الجلايبيزايد للاسف مش موجود في مصر، كان موجود زمان اللي هو كان اسمه ميني دياب، اتس ا فيري شورت اكتنج دراج ويتس فيري لو انسيدنس اوف هايبوغلايسيميا. او الجلايكلازايد، جلايكلازايد اللي هو الدايمايكرون واشباهه ممكن نوصل بيه للماكسيمم دوز على فكره، ولكن يو شود بي فيري كيرفول في عينين كيدني ديزيز انك تبتدي بسمول دوز وارفع بالشويش ومونيتور كيرفولي كيرفولي فور هايبوغلايسيميا. والحقيقه ممكن يستخدم في عينين الغسيل، وعندنا عينين غسيل كتيره بياخدوه، وذير ار ستاديز ريبورتد اون ذس انه ات از سيف في عينين الدياليسيس. طبعا غالبا عين الغسيل ما بيحتاجش اكتر من 15 الى 30 ملي جرام، بس اجين اتس جاست ا ماتر اوف titrating and monitoring the glucose. وهقول تاني كمان مرة carefully. الليكيدون is a very safe drug، ظهر في مصر كده شوية واختفى تاني للأسف، ما كملش شهرين وما عرفش زي المدينة ومش أول ما الكورونا جاء. طيب علشان أخلص من حكاية الهايبوغلايسيميا دي بقى، ده الاختراع الحقيقة اللي كلنا بنحبه وأنا بحبه جدا، اللي هو الـ DPP4 inhibitors كلها الحقيقه كلها they are more or less the same، بس يمكن الساكساجليبتين اللي اتسحب علشان شويه الكارديوفاسكولار مانيفيستيشنز اللي عملها، لكن they are very good drugs. They are very good drugs. They have a very very nice safety profile. They have a very clean sheet في موضوع السيفتي ده. هايبوغلايسيميا تقريبا unheard of، والهايبوغلايسيميا اللي بنشوفها معاهم غالبا بيبقى معاه دواء تاني، يعني غالبا العيان بيبقى بياخد دواء تاني وهو ده اللي عمل له الهايبوغلايسيميا. والسيفير هايبوغلايسيمياس بقى اللي هي الخطيره تقريبا ما بتشوفهاش معاه. ف وبالتالي اكتسبت هذه الادويه يعني حب كبير جدا عند دكاتره البطنه ودكاتره السكر ودكاتره الكلى كمان، لانه ما فيش سايد افكتس كتيره تذكر، ولان الهايبوغلايسيميا قليله قوي. فيري سيف دراج افكتيف حبيبنا. بس هل بيعمل اي حاجه ثانيه علشان يظبط الكومبليكيشنز بقى بتاعت الدايابيتس؟ ما احنا ابتدينا نطمع اهو، بقى عندي الدواء اللي بيظبط السكر وما بيعملش هايبوغلايسيميا. طب انا عايز بقى الدواء اللي بيعمل بيظبط السكر وما بيعملش هايبوغلايسيميا ويحافظ لي بقى على الكلى والكارديوفاسكولار اند سو اون. طلعت افتكاسه كده اسمها لينجليبتين، والدواء ده دايما لازم اذكره بكل خير يعني الحقيقه، لانه ملوش اي لازمه زياده عن انه مجرد اتس دي بي بي 4 انهبيتور. ما اعرفش جت منين او ازاي، للاسف the marketing of the drug was marketed in such a way as a protective drug for the kidneys. ولما تسال ليه يا جماعه protective يفرق ايه عن بقيه اخواته دي بي 4 inhibitors، يقول لك لا اصله انتي اوكسيدنت. يعني مش عارف اقول ايه، شلاي انتي اوكسيدنت، ما الموضوع ده تقريبا خلص من الزمن يعني بقاله كتير، ما كل الانتي اوكسيدنتس اللي استخدمت في العالم قبل كده فشل، واصله ملوش رينال ادجستمنت. انا بالنسبه لي as a nephrologist a drug with no renal adjustment لو هو دواء سيف ما بتبقاش ميزه. انا هادي العيان بتاعي another DPP4 inhibitor واعمل له adjustment واوفر على العيان فلوس وياخد نص الجرعه. المهم there was this meta analysis that was done by quite a biased group، لانه اغلبهم كانوا involved في الستديز بتاعت لينجليبتين، mainly على ستادي اسمها الكارميلينا ستادي، او اتعملت سوري بعديها الحقيقه الكارميلينا ستادي. الكارميلينا ستادي تعالوا عايز ابص عايز اقنعكم بس انه علاج الدايابيتيك نيفروباثي از نوت لينجليبتين. دي الستادي الاساسيه اللي مركونين عليها ويعني بيخشوا بصدرهم بيها الناس اللي بتدافع عن هذا الدواء في تسويقيا يعني. المفروض الستادي دي اتعملت على 7000 عيان تايب 2 دايابيتس هاي رينال اند كارديوفاسكولار ريسك. هاي فيري جود بوبوليشن، مناسب راندومايزد، كلام عظيم جدا. مجموعه خدت لينا جليبتين وبلاسيبو بلايندد، الله اكبر منتهى الجمال. قعدوا يتابعوهم سنتين ونص تقريبا، ماشي مش بطال. وبعدين ابتدينا نبص على الكارديوفاسكولار والرينال كومبليكيشنز. طيب البرايمري
outcomes بتاعت ال heart outcomes بتاعت ال cardiovascular events هل حصل اي تحسن مع الدواء ده؟ لا خالص. طيب كان في secondary outcome لل renal endpoints decreased GFR end stage renal disease renal death ها اتحقق؟ لا ما اتحققش. طيب كان في بعد كده حاجه اسمها tertiary composite outpoints في اي حاجه منها اتحققت؟ لا خالص. بعد كده في حاجه اسمها 35 والله العظيم 35 individual endpoint اللي هو بندور على اي حاجه بقى هات اي حاجه تشبك يطلع فيها statistical error يوم يطلع منهم واحد فقط يقول انه ان البروتينوريا قلت وهوريكم الميجر اللي هم استخدموه لانه ميجر في منتهى الكوميديا يعني هم they tested something like about over 35 endpoints لم يتحقق منها اي شيء الا واحد بس وهوريكم الواحد ده عباره عن ايه زي ما قلت لكم الكومبوزيت اند بوينتس 17 كلها ما جاتش 15 سنجل اند بوينتس كلها ما جاتش واستخدم 8 ديفينيشنز للبروتينوريا طبعا في حاجه اسمها ستاتستيكال ايرورز طبعا حضراتكم عارفينها احسن مني يعني انا لما اجيب ابتدي اجرب اعمل ماثيماتيكال تيستينج لتو فاريبل قصاد بعض ب 100 حاجه لازم حاجه منها لازم هيحصل باي كو انسيدنس ستاتستيكال ايرور اما يجي الستاتستيكال ايرور بقى اللي هو اسمه change of the category of proteinuria الوش الغريب اللي قدامكم ده علشان انا بس يعني الديفينيشن اللي استخدموه للبروتينوريا كان بيضحك جدا الديفينيشن اللي نجح كابتن لينا جليبتن في تظبيطه هو انه بيمنع العيان من انه ينتقل من one category of proteinuria to another category of proteinuria يعني ايه يعني انت مايكرو ولا نورمال ولا مايكرو ولا ماكرو يعني ايه برضو يعني لو عيان كان بادي معايا اول الستادي ببروتينوريا 35 وعلى اخر الستادي بقى 299 ده اسمه لسه في نفس الجروب انما لو عيان كان 300 وبقى 301 ده اسمه بقى في كاتيجوري ثانيه خالص كلام يضحك كلام في منتهى الضحك This is not a definition that we use يعني اديني دخلت على السبلمنت على السبلمنتري فايلز بتاعتهم اشوف طب قست البروتينوريا كم مره مش قايلين طيب دخلت على الميثودولوجي بتاعت الاستدي والبلاننج بتاعها هو لا قايل قاس البروتينوريا ازاي ولا قايل قاسها كم مره ولا قايل اي حاجه خالص يعني الحقيقه it's a very very pathetic silly thing ان احنا يعني we get caught up في الكلام ده والحقيقه انه مبروس على الدرافت بتاعت الكي تي اللي محطوطه فور بابليك ريفيجن كاتبين لينا جليبتن مايت طبعا قوسين بين قوسين مايت هاف ان افكت اون بروتينوريا انا موافق على كلمه مايت على هذا اللفظ ولكن اتمنى ان حضراتكم لما تبصوا على الكلمه دي تاني تبقوا عارفين هي جت منين علشان نبطل بقى ايه ان احنا هنستخدم الدواء ده لسبب بسيط جدا لانه اغلى من الجينيركس بتاعت الدي بي 4 انهبيتورز الثانيه ولانه مش محتاج لينا الادجستمنت ففي الاخر العيان بيدفع فلوس كتير قوي عشان ياخد نفس الايفكت من دواء ثاني بربع الجرعه يعني اتس جاست انذر دي بي 4 انهبيتور ربما يكون له ان ايفكت اون بروتينوريا عايز تستخدمه عشان انت بتحبه از دي بي 4 انهبيتور جو اون انما غير كده لا طيب بعد كده ظهرت مجموعه من الادويه او الحقيقه ظهرت المجموعه دي الحقيقه من حوالي 15 سنه يمكن قالوا لنا الادويه دي اللي هتظبط كل حاجه في الدنيا في عيانين السكر كل حاجه الاندوثيليوم مع اوكسيديتيف ستريس مع بلاد بريشر مع جلايسيميا مع 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 يلا يا عم هات التي سي دي زي دي اللي هتخفف عيانين السكر من كل الكومبليكيشن طبعا لما خدناها ما نبناش منها غير انها مور كارديوفاسكولار اوتكمز مور اديما It's not the drug really that I like to use, ولكن هو مش دواء سيء جدا لانه ما بيعملش هايبوغلايسيميا ولكن it's not the, at the top of the list خالص يعني ممكن استخدامه ولكن يفضل على استحياء كده خصوصا في العيانين اللي هم مش مورمين لانه بيعمل دور لينج. نيجي للدواء القديم بتاعنا بقى الميتفورمين. هو ده بقى سيد الكل يعني. هذا الدواء الذي يرفضه الكثيرون في عيانين الكلى ظلما وعدوانا يعني الحقيقه هو من اكثر الادويه وارخص الادويه واقدم الادويه اللي مشاكلها قليله جدا. الـ UKPDS study any end point any complication in diabetic patients can be reduced by
using metformin. Including the macrovascular complications. دي أول مرة نتكلم على دواء يقدر يجي ناحية الماكروفاسكولار كومبليكيشنز بتاعت الدايبيتس، دواء سكر يقلل لهم الكومبليكيشنز، ده أول حاجة نسمعها يعني، ويقلل كمان ال death from any cause. طبعا دواء عبقري، وكل ده بغض النظر عن تثبيته للسكر. يعني انت اتحسنت علشان خدت متفورمين بغض النظر سكرك فرق عن ال other groups ولا لا. مورتاليتي اقل في عيانين هارت فيلير اللي بياخدوا متفورمين، عشان في ناس بتوقفوا في الهارت فيلير علشان اللاكتيك اسيدوز اللي هنتكلم عليه دلوقتي. مورتاليتي اقل بقى في عيانين كرونيك كيدني ديزيز، almost all studies، كل الستاديز تقريبا المورتاليتي فيها almost يعني. طب ايه مشكلته؟ مشكلته اخو الصغير اللي شنكره هو لسه بينمو المتفورمين. كان في دواء زمان اسمه فينفورمين، اول ما حاولوا يعملوا البايجوانايدز عملوا دواء اسمه الفينفورمين، كان بيعمل سيفير لاكتيك اسيدوز، سيفير فيتال لاكتيك اسيدوز. بعد كده اتسحب الدواء ده وبطلنا نستخدمه، وطلع المتفورمين، ولكن كان ورث السمعه السيئه بتاعه العيله بتاعته ان انتوا الادويه بتاعه اللاكتيك اسيدوز، وفضل ماشي بالعار والوصمه دي على وشه طول عمره للاسف. تعالوا نبص على اللاكتيك اسيدوز مع الميتفورمين شكله عامل ازاي بحقه حقيقي بقى. تعالوا نبص على الارقام. ده الميتفورمين، الميتفورمين اسوسييتد لاكتيك اسيدوز في اسوأ، على فكره انا جايب لكم اسوأ ارقام، يعني طبعا مش كل الاستدي هتدي الارقام الوحشه دي في الميتفورمين، انا جايب لكم اسوأ ما يمكن الوصول او اسوأ ما امكنني الوصول اليه في الميتفورمين از لاكتيك اسيدوز دراج. يعني الناس اللي زعلانه منه قوي مطلعين انه بيعمل اللاكتيك اسيدوزس حوالي 6 من كل 100,000 عيان، بمورتاليتي 50%، نصهم هيموت. طب ما دي حاجه خطيره اهي، مات كام واحد منك يا عم؟ 3 من 100,000. طيب ده رقم يعني لازم نحافظ عليه. طب السلفوناين يوريز، لا دي ما بتعملش لاكتيك اسيدوزس بس بتعمل هايبوجلايسيميا في 1% من العيانين، المورتاليتي بتاعتها 1% بير يير. يعني المورتاليتي من ال 1% دول 4% هيموتوا لانها بتبقى سيفير هايبوجلايسيميا، يعني هيموت في السنه من كل 100,000 43 عيان، مش بلاكتيك اسيدوزس ما تخافش، من هايبوجلايسيميا. وعلى فكره بقى كل الكيسز ريبورتد بتاعه الميتفورمين وذ لاكتيك اسيدوزس كلها ان ذا ليتريتشر وير اول اسوسييتد وذ ا سيكندري كوز، يعني العيانين دول كان يا بيبقى عندهم سبسس يا بيبقى شوك يا عنده سيفير دايريا او هايبوتنسيف. في حاجه ثانيه، العيانين دول مفيش حاجه اسمها ميتفورمين العيان خده سواء عنده كله او ما عندوش ام جاله لاكتيك اسيدوزس، لا ده دايما في حاجه ثانيه، وغالبا الحاجه الثانيه دي هي اللي عملت، بس لبست التهمه في مين؟ في الميتفورمين. والحقيقه انه في الكيسز بتاعه الناس اللي جالها فيتاليتي بسبب انتوكسيكيشن، ده انتوكسيكيشن از ا ديفرنت ستوري، يعني حد قاعد يبلع ميتفورمين عشان يموت فجاله لاكتيك اسيدوزز، المورتاليتي از اولموست از فيري رير، اتس فيري رير في عيانين السكر بتوعنا يعني، والمورتاليتي بتاعتها 10%. فحسبنا بالارقام اللي احنا قلناها دي هيطلع من 100,000 لما 6 من ال 10,000 مورتاليتي 10% يطلع كلام فاضي في الاخر، تقريبا ما حدش هيموت ان شاء الله يعني. اللاكتيك اسيدوزز بقى بالمناسبه في عيانين السكر اللي ما بياخدوش ميتفورمين از اباوت 6 تو 10 per 100,000، نفس الرقم اللي بالميتفورمين. فميتفورمين از ا فيري فيري سيف دراج يا جماعه، اتس ا فيري سيف دراج. الانسولين بقى علشان حبايبنا بتوع السكر دايما على طول يقوم يقول لك طب هات الانسولين، الانسولين الانسولينس اوف هايبوجلايسيميا ضعف السلفونايل يوريا، والانسولينس اوف سيفير هايبوجلايسيميا ضعف السلفونايل يوريا، يعني احتمالات الوفاه او قتل الاخرين زي العيان اللي كنت بحكي لكم عليه اللي ساق في العربيه بتاعته في وسط الناس ده ودسهم وعنده هايبوجلايسيميا احتمالاتها اكبر بكتير جدا 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 مع الانسولين. ف متفورمين از سيف. هل معنى الكلام ده ان انا استخدمه في كل العيانين؟ الحقيقه لا، هتكلم على دي، ولكن انا عايز بس ااكد لكم تاني، بصوا على الاستدي ميتفورمين ذا سيفست هايبوجلايسيميك ايجنت ان كرونيك كيدني ديزيز، دي منشوره في نيفرون في 2011، المعلومه قديمه جدا وبيزد على ارقام مش بيزد على فتاوي. Look at this study in patients with on peritoneal dialysis. ما حصل دي عيانه مجموعه عيانين على peritoneal dialysis
اخذوا ميتفورمين وما حدش لقى فيهم خالص ان بيحصل لهم موضوع اللاكتيك اسيدوسيس. طيب از ميتفورمين نيفروتوكسيك؟ طبعا الكلام ده مش ما ينفعش اقوله للنيفرولوجيست انما للدايابيتولوجيست، يعني ببعامي عايز اقول لهم زي ليمبيك كده، لما كان عم بخ عمال يقول له، لما كان بيقول له عم بخ ابوك مات ازاي، ابويا ما ماتش مقتول يا عم ليمبيك، ميتفورمين از نوت نيفروتوكسيك، والله العظيم ما هو نيفروتوكسيك. يعني ببقى بشد شعري مع طبعا مش مع الاساتذه الكبار في السكر، انما للاسف في ناس كتيره عندها الكونسبت ده، بس بسمعها ساعات من نواب الكلى ببقى يعني انا اللي هموت نفسي. يعني اتس نوت نيفروتوكسيك دراج. طيب الدوزنج بتاعته اعمل ايه؟ هل معنى الكلام اللي انا قلته ده اني ادي كل العيانين 2 جرام ميتفورمين ومش هيحصل لهم حاجه؟ اي ديدنت سي ذس. لازم شويه سنس. الاف دي اي والكي دي جو بيلتزموا الحذر الشديد جدا جدا جدا، لان الامريكان ار نيو وذ ميتفورمين، امريكا ما كانش فيها ميتفورمين، فلما ابتدى يبقى عندهم الميتفورمين بيتعاملوا معاه بحذر ورعب شديد جدا، فسمحوا انه يستخدم لغايه 30 مللتر في المينت. انما احنا كنيفرولوجيست عارفين من الداتا ومن الستديز اللي بنهاتي بيها من زمان انه فوق جي اف ار 60 تقدر تستخدم الماك، فوق 60 تقدر تستخدم الفول دوز بتاعتك اللي هي 2 جرام، فوق 45 تقدر تستخدم 1500 وممكن حاجه تستخدم 2000، فوق 30 ما بين 30 ل 45 1 جرام بير داي اونلي، وممكن تستخدمه داون تو 15. وي هاف فيري كلير سيفتي داتا انه يستخدم لغايه ما نوصل للغسيل at a small dose of 500 milligrams per day. We don't need to wait for more guidelines. انا عن نفسي في عيادتي بكتبه الـ IGFR 30 علشان مش عايزين كلام من الناس للاسف اللي بتشوف الروشته وما بيبقوش فاهمين وبيعلقوا تعليقات بايخه يعني، فبضطر اوقفه ولو ان ده مش صح. المفروض الواحد الحقيقه يعمل الصح بغض النظر عن كلام من لا يعرف. لانه في سيفتي سيجنالز زي ما قلنا في عينين بي دي والهيموداياليسيس كمان. طبعا you should stop the drug definitely لما العيان بقى يخش ICU، لما يجي له acute illness، لما يجي له sepsis، لما يجي له dehydration، علشان ما تبقاش بقى حاجه بتعمل lactic acidosis وانا مزودها بالدواء. بعد كده عندنا النجم الجديد ال SGLT2 inhibitors. طبعا يعني ده حديث الساعه، يعني هو نجم الساعه هذا هذه المجموعه من الادويه اللي انا يعني شايفها عظيمه جدا. اول ما طلعت الادويه دي الحقيقه ما كنتش عارف ابلعها، يعني انها ادويه بتعمل تنزل الجلوكوز في البول والعيان يخش الحمام كتير ويجي له UTI، لكن الحقيقه الاستاديز اللي طلعت عليها مؤخرا يعني لازم نرفع لها القبعه. ليه بقول كده؟ لانها كلها مطلعه نفس النتائج، وكلها الحقيقه استاديز معموله وده فيري لو ريسك اوف بايس، فيري ويل بلايندد ستدي على اعداد مهوله من العيانين، الاف المرضى، ولفترات متابعه زي ما انتم حضراتكم شايفين كده يعني عدة سنوات ما بين سنتين لخمس سنين في بعض الاستاذ، وكلها مطلعة نفس النتائج reduced cardiovascular mortality reduced heart failure، وكلها مطلعة كده في الثلاث أدوية which means that it's a class effect، يعني حاجة مريحاني خلاص بقى أن كل ما حد يجرب أي نوع من الأدوية دي بيجيب نفس النتائج، سواء العيانين اللي عندهم pre-existing cardiovascular disease أو اللي ما عندهمش cardiovascular events بتقل. والحقيقة كمان الرينال ايفنتس بتقل لما بصوا على العيانين دول بتوع السكر اللي كانوا بيبصوا على الكارديوفاسكولار ايفنتس بتاعتهم، بصوا في الستاديز دي على الرينال ايفنتس ولقوها بتقل. انا السلايد اللي انا حاططها دي من الديكلير تيمي ستادي بتاعت الداتا جليفلوزن، بس اي كان اشور يو ان كله they are more or less the same this is for demonstration، انما الحقيقه الامبا والكانا جليفلوزن هاف more or less the same results. This was a study على عيانين السكر مش معموله لعيانين الكلى، ولكن لما عملوها لقوا في الـ secondary endpoint بتاعتهم انه الـ GFR الـ secondary endpoint اللي هي الـ composite بتاع end stage renal disease زائد renal death زائد reduction of the GFR أو end stage renal disease اللي هو بتقل قوي. طبعا انا الـ endpoint دي بالنسبه لي لما بصيت عليها ما عجبتنيش قوي، لانه هو حاطط كذا حاجه مع بعض منهم الـ renal death ما يمكن والـ cardiovascular death ما يمكن العيانين دول اتحسنوا علشان الـ endpoint بتاع الـ cardiovascular mortality كان اتحسن. لا الـ renal specific composite endpoint كمان اتحسن. لا الحقيقة every single endpoint اتحسن. نزول الـ GFR أفضل في العيانين اللي أخذوا الدواء. إنهم يوصلوا الـ end stage renal disease أفضل. renal death أفضل. cardiovascular death أفضل. The hardest endpoint that you can really imagine
اللي هي الان ستيج رينال ديزيز افضل. بصوا على الفرق بين ده، بصوا بقى لما لما تطلع نتائج يعتد بيها وذات قيمه علميه يبقى شكلها هوموجينس ومحترم ومنمق ومفصل ازاي، مش زي لما بعمل 35 اند بوينت واطلع في الاخر في الكارميلينا ستادي اقول مش عارف لينا كريبتن بيعمل ايه، كلام فاضي يعني. الحقيقه انه احنا كمان بقى عندنا مجموعه من الستاديز ابتدت تبقى اكستندد، وحضراتكم لا يخفى عليكم انه الشركات لما لقت ان الدواء بتاعها دي فيري هاي بنفيت في الكارديوفاسكولار بروتكشن والرينا بروتكشن، ابتدوا يعملوا يستخدموا الدواء للعيانين اللي ما عندهمش سكر في ومشاكل في القلب او ما عندوش سكر ومشاكل في الكلى. ابتدوا يبصوا في ستادي اسمها كريدنس ستادي، دي كانت بتبص على الكلى سبيسيفيك للكلى بقى، هنا الكلى از ذا برايمري ريكروتمنت كرايتيريون بتاعي. عملوا ستاديز اللي هي الكريدنس على الكانجليفلوزين على الجروب ده من العيانين اللي هم ايه بعضهم عنده بروتينوريا عندهم سيفير بروتينوريا والجي اف ار بتاعهم في الحته اللي انتم شايفينها دي ما بين 15 او ما بين تقريبا 30 ل 75 حاجه زي كده 30 ل 90 سوري. وفي ستادي تانية اسمها الدافا سي كي دي ستادي، تقريبا واخده نفس العيانين بس واخده شويه كمان من البروتينوريا بتاعتهم اقل شويه. والستادي الاخيره اللي هي الامبا سي كي دي، دول الستاديز معمولين على العيانين اللي عندهم الدافا سي كي دي والامبا سي كي والامبا كيدني، معمولين في العيانين بتوع الكلى بغض النظر عنده سكر او ما عندوش. وده واخد عيانين فيهم سيفير كيدني ديزيز او سيفير يعني ريدكشن في الجي اف ار او ماركت بروتينوريا. النتائج بتاعت الستاديز دي كانت جميله جدا. الامبا كيدني لسه نتائجها على حد علمي ما طلعتش بقى، ما اعرفش دكتور حسين هيقول لنا بكره الحاجات الجديده اذا كانت طلعت يقول لنا عليها. ولكن الكريدنس ستادي دي اتعملت في العيانين بتوع الدايابيتيك كيدني ديزيز، يعني دول برضو عيانين سكر بس البرايمري كيدني ديزيز ستادي. اللي عجبني فيها قوي انها ورد انه طبعا حصل تحسن برضو في كل حاجه، ولكن لما بصوا على السب جروبس لقوا ان التحسن مينلي حصل في العيانين اللي عندهم زلال كتير في البول. يعني لو اديت الدواء ده لعيان ما عندوش زلال في البول والكلى بتاعته مش كويسه ممكن ما يستفدش قوي. حاجه كده شبه لو تفتكروا بتنور في دماغنا كده شبه الاي سي انهيبيتورز والانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز، اللي هو العيان ابو كيدني ديزيز وبروتينوريا يستفيد اكتر شويه، الثاني الله اعلم بقى بيستفيد قوي ولا ما بيستفدش قوي. انما يعني ها فدي از ا فيري امبورتنت سيجنال. بالمناسبه كل العيانين دول كانوا بياخدوا اي سي انهيبيتور او اي ار بي بالمناسبه اون توب، يعني كانوا بياخدوا الاثنين مع بعض. الدافا سي كي دي ستادي اللي قلت لكم عليها برضو دي بقى عيانين كلى عندهم سكر او ما عندهمش، يعني في عيانين كلى مثلا كرونيك جي ان او كرونيك بايلونفرايتس او وات ايفر انكلودد في الستادي دي من غير ما يبقى عندهم سكر، مجموعه خدت الدافا ومجموعه خدت البلاسيبو. الستادي دي لسه نتائجها ما اتنشرتش، لكن اللي طلع منها بريس ريليز، يعني اعلنوا انه الاثكس كوميتي اللي بتراجع على النتائج بلايندلي من غير ما تبقى عارفه مين بلاسيبو ومين التريتمنت جروب وقفت الاستادي، وقالوا الاستادي دي لازم تقف علشان في مجموعه فيها ايفنتس قليله قوي ومجموعه فيها ايفنتس كتيره قوي، فاحنا كده في حاجه ان اثيكال، في مجموعه عندي عماله الناس بتموت فيها وبيحصل لهم ايفنتس ومجموعه ثانيه ماشيه كويس، وقف الاستادي ان كفر مين اللي كان ماشي كويس المجموعه بتاعت الدافا كليفلوزن. فبالتالي اصبح الدافا كليفلوزن دلوقتي الحقيقه دراج فور بيشنتس وذ كيدني ديزيز. الديتيلز بتاعت ويتش ايفنتس بقى كانت اقل المورتاليتي ولا الاند ستيج ولا لسه هنعرفها لما تتنشر، ولكن هو البرايمري اوت كام بتاعهم كان كومبوزيت اوف ديكلاين في الجي اف ار او اند ستيج رينال ديزيز او كارديوفاسكولار اند رينال ديث. بغض النظر هو في الاخر ات سيمز تو بي ان المجموعه دي الحقيقه ار فيري جود دراجز لعيانين السكر وغير السكر. طيب ليه دكاتره السكر ما بيحبوهوش؟ ليه دكاتره السكر كل ما اكتبه بيوقفوه؟ ده انا بكتب للعيان الدواء الاقي بتاع السكر هو اللي وقفه، ليه؟ علشان هو ما بينزلش السكر قوي، هو دواء سكر خيبان شويه، هو بينزل جلايكيتيت هيموجلوبين اباوت 1%. طبعا هو بيبقى مور افكتيف لو انت بادي من جلايكيتيت هيموجلوبين عالي، يعني لو انت بادي من واحد جلايكيتيت هيموجلوبين بتاعه 10 ممكن ينزله اباوت 2.5، انما لو بادي من واحد جلايكيتيت هيموجلوبين 8 ممكن ما ينزلوش غير نص. هو لانه طبعا هو بينزل السكر في البول، فكل ما السكر هيزيد كل ما هينزله بسهوله، وكل ما الكلى هتبقى شغاله كل ما هينزل السكر بسهوله. ما هو الكلى لما الجي اف ار يقل السكر ايه اللي هينزل؟ هو في بول اصلا، هو في جي اف ار عشان انزل فيه سكر،
فبالتالي it becomes a very inefficient drug من ناحية تظبيط السكر. وبالتالي دكاترة السكر مش بيحبوه وبيوقفوه وبيقوموا عايلين للعيانين ايه في كتير طبعا منهم، طبعا مش كلهم، في اساتذة كبار وفاهمين، ولكن كتير منهم يقوم قايل ايه سيبك يا عم من الدواء ده، انا هكتب لك دواء سيبك بتاعك كده، هكتب لك انا الدواء الصح وهظبط لك المسائل كلها، ويقوم وقف له الدواء، وبالمره يقوم كاتب له ويقول له ايه ده الدكتور بتاعك مش كاتب لك الكالسيمات صح، تعالى سيبك منه واظبط لك انا الكالسيمات والوان الفا والحلاوه تشتغل كلها. لكن الحقيقه انه دوز دراجز ار افكتيف مش عشان بس هم ادويه سكر وان كانت خفيفه، ولكن لانها بتقلل الايفنتس، وبتقلل الايفنتس وبيبقى تاثيرها الناتريوريتك افكت بتاعها شغال اب تو جي اف ار اوف بيلو 30. يعني اي نعم الجي اف ار قل والافكاسي بتاعتها كدواء سكر بينزل سكر في البول قل، ولكن تاثيرها على تنزيل الصوديوم بيستمر. بيفكركم بمين ده؟ بيفكرني انا بالثايزايد. الثايزايد برضو عندنا نفس المشكله مع دكاتره القلب، الجي اف ار يقول لك وقف يا عم الثايزايد، قول له ابوس ايدك هو بيشتغل، هو مش هينزل الإديمة، هو مش هيحصل الهارت فيلير، ولكن بيعمل ناتريوريسيس وبيساعد في الافكت بتاعه الاي سي انهيبيتورز وبوتنشيت الافكت اوف اذر دايوريتكس. على فكره ده تقريبا نفس اللي بنشوفه مع الاس جي تي 2 انهيبيتورز. عشان السؤال اللي بنتساله، طيب يعني اما الكرياتينين بيعلى بتكتبه ليه؟ ما هو بقى ان افيشنت. لا هو ما بقاش ان افيشنت، هو بقى inefficient anti-diabetic but it's still a very efficient natriuretic and a very efficient cardioprotective and nephroprotective drug. طيب اكتبه امتى؟ طبعا بقت عندنا بعد الستاديز الجديده ننسى الكلام القديم بقى بتاع 45 و60 والكلام القديم ده، لانه دي من الادويه اللي كل حاجه بتتغير فيها كل خمس دقائق. الكلام دلوقتي بعد الكريدنس ستادي وبعد الداتا سي كي دي ستادي is to start at a GFR above 30. طيب بيحصل ايه برضو مع كتير من الزملاء او يعني دكاتره السكر بالذات؟ يحصل ايه؟ يدي العيان الكرياتينين 2.5 كامل جي اف ار يا عم 32، يكتب الدواء، يديله العيان المره اللي بعديها يلاقي الكرياتينين 2.8 كامل جي اف ار 25، يقوم وقف الدواء، يقول لك الدواء ده بيرقصني، واخد يمين وشمال زي ما يكون ميسي. الموضوع مش كده خالص خالص، ما هو ده مش تصرف صح، كرياتينين فلكتويتس. طب اعمل ايه؟ طالما الجي اف ار اكتر من 30 ابتدي الدواء، اقل من 30 ما تبتديش الدواء. طيب ابتديته وهو فوق 30 والكرياتينين عالي ولا حاجه خالص، تفضل تكمل عليه لغايه ما الجي اف ار ينزل لغايه 15، الحقيقه ممكن لغايه ما العيان يوصل للدياليسيز، والكلام ده بيزد على زي ما قلت لكم الكريدنس ستادي والسيجنالز والكلام اللي احنا عارفينه من الانتريم داتا بتاعت الداتا سي. ممكن يتحط مع ايه دواء سكر تاني؟ وزي ما قلت هو دلوقتي بيستخدم في عيانين اللي عندهم سكر واللي ما عندهمش سكر طالما عندهم الكلى تعبانه. عشان نبتدي نخلص بقى، عندنا جي ال بي جي ال بي 1 ريسبتور اجونست، دي ادويه الاند بوينتس بتاعتها في تثبيط الكلى الحقيقه مش قويه قوي، يمكن تكون بتقلل البروتينوريا، لكن هي الحقيقه ميزتها الاساسيه هي انها بتقلل الكارديوفاسكولار اوتكم في العيانين اللي عندهم سكر، سواء كانت عنده كده تعبانه او كده مش تعبانه. والحقيقه ان هم بروتكتيف للقلب بتاع عيان السكر بالذات لو كليته تعبانه. يبقى اذا those drugs are should be on top of your list في العيان بتاع السكر اللي عنده atherosclerotic cardiovascular disease والكرياتينين بتاعه قليل، probably you should consider using one of those drugs. بالذات الليرا جلوتايد والادويه الثانيه اللي طلعت افكت بنفيشال في الكارديوفاسكولار اوتكمز. بعضهم بيتظبط وبعضهم ما بيتظبطش، انا الحقيقه ما بستخدمهمش كتير، انا كنت ابتديت استخدم، معلش انا كاتب الاسامي التجاريه ثاني، عارف الموضوع ده زعل شويه دكتور حسين، بس الحقيقه انا الادويه دي اصلا مش عارف احفظها لسه يا دكتور حسين، لانها جديده وبعدين بيخش دواء ويطلع دواء مكانه وما لهمش اي جينيركس او كومبيتيتورز يعني. والحقيقه هو ما فيش منهم في مصر غير الفيكتوزا اللي هو الليراجلوتايد، البايتا الاكسينتايد كنت استخدمته شويه وبعدين اتسحب، وبقيه الادويه الترولسيتي ام نوت فيري شور موجود ولا لا، كان موجود واظن اتسحب ولا ما اعرفش نوفو لسه سايباه ولا لا، انما جنرال يعني دي الادويه باساميها التجاريه اللي ليهم حقيقي كارديوفاسكولار بنفيت هم الليراجلوتايد اللي هو الفيكتوزا والسيماجلوتايد الانجكتبل والديولاجلوتايد اللي بيتاخد مره في الاسبوع.
لا ادعي اني استخدمتهم كتير، استخدمتهم في بعض العيانين يمكن 4-5 مرات بالكتير. الادويه دي بيحبوها قوي العيانين لانها بتساعدهم تخس بشكل الحقيقه، بيخسوا حوالي 3 الى 4 5 كيلو في خلال شهرين، وغالبا بيقف على كده يعني، بس بيبصوا قوي على الحبه اللي نزلوهم. They are quite efficient, good drugs. بيعمل شويه جي اي تي سايد افكت، بس they are very expensive. دي مشكلتها الاساسيه. طبعا علشان ما نبقاش سبت حد وظلمناه، في شويه ادويه هنقولها في سلايد واحنا بنخلص. الريباجلينيد لسه في ناس بتستخدمه لانه اتس فيري سيف الحقيقه وشورت اكتنج، شبه السلفونايل يوريز الشورت اكتنج. الاكربوز انا عن نفسي ما كتبتوش من اكتر من حوالي 15 سنه، بس اتس كويت سيف ات جي اف ار اوفر 30. ليه ما كتبتوش؟ لانه بيعمل بطلت اكتبه، لانه الحقيقه العينين بيشتكوا جدا من الجي اي تي سايد افكتس بتاعته، ولانه اتس نوت فيري افيشنت. الانسولينز في عيانين السكر كلها ممكن تستخدمها براحتك خالص، والانسولينز ادويه بنظبطها بالتايتريشن بيزد على الجلوكوز مونيتورنج، فما فيهاش مشاكل خالص. خلاصه القول هو انه متفورمين هو الملك. It is the top يعني anywhere you go in diabetes metformin is on top. ال SGLT2 inhibitors بقت معاه، انا بحاول اعمل هدنه بس مع الراجل اللي كان بيحاول يضربني يعني، ده اللي بحاول اقول لكم عليه يعني. SGLT2 inhibitors come next او with metformin. الجلوكاجون لايك بيبتايد ريسبتور اجونست برضه من العيله المالكه بس درجه اقل شويه. الدي بي بي 4 inhibitors دول عامه الشعب حلوين جدا وهنسيبهم معانا يعني وناس جمال. السلفونايل يورياز هنسيبهم يتنفسوا ولو ان نفسنا نخنقهم يعني، انما مضطرين نستعملهم. واخيرا لينا جليبتين خدعه، عايز تستخدمه as a DPP-4 inhibitor go ahead but please respect my IQ and don't tell me it's an nephroprotective drug. Thank you very much. شكرا جزيلا دكتور محمد، يعني عرض متميز جدا وفيه فكر فلسفي للمانجمنت اوف دايابيتس اند كرونيك كيدني ديزيز. انا هتسمح لي بس هقول دقيقه وبعدين هنسمح بديسكشن لمده 5-7 دقائق كده علشان دكتور علي شندي عنده برضه وجبه مهمه جدا على هايبر فلتريشن. دكتور علي طبعا صورته ظهرت برحب بيه. النقطه الاولانيه بالنسبه للتارجت جلايسيميك كنترول، حضرتك تطرقت لها في الاول. التارجت جلايسيميك كنترول بيتوقف على حسب انا بادئ ايرلي اور ليت. فانا لو الايرلي والجي اف ار از بريزيرفد والعيان بس بروتينوريا، انا هبقى توارد انتنس جلايسيميك كنترول فور ذا سيك اوف بروتكتنج ذا كيدني. لكن لما بعد ستيج 3 بي هتحول الشيفت بتاعي زي ما حضرتك ذكرت كده، ان انا ابقى خايف من الهايبو جلايسيميا. الهايبو جلايسيميا ممكن تبقى فيتال. الاي 1 سي ما زال هو كويس رغم الفلسس اللي معاه، ويمكن ممكن يستبدل في المستقبل بالكونتينوس جلوكوز مونيتورنج. احنا اللي في ايدينا ان احنا ممكن نستخدم الاي 1 سي بلس ان انا ابص على الفاستنج والبوست براند بلازما جلوكوز. لكن الجلايكيد قلبه انا مبسوط من السيكتور اللي حضرتك حطيته انه ملوش اي لازمه لانه له فلسس ومحتاج يبقى مور فريكوينت، وزي ما حضرتك قلت مش فاليديتد. جميع الادويه بدون استثناء سواء متفورمين او غيره محتاجه ان نراقبها كويس. يعني انا برضو اذا ما كانش البيشنت انشور الفولو اب واشوف الكرياتين واحسب الاستيميت جي اف ار، انا هخاف ان انا ابدا ادي الميتفورمين حتى بموديفاي الدوز في العيانين بتوع السي كي دي اذا هيفقد المتابعه. اتليست بقى بعلمه السيك دي رول اذا حس بفاتيجابيلتي والكلام ده يوقف، لان انا اذا حضرتك قلت اللاكتيك اسيدوز ديت خدها، انا شفتها في حالتين ميتفورمين اسوسييتد لاكتيك اسيدوز والقصه صعبه جدا. وساعات البيشنت بياخد جرعات اكبر من الجي اف ار يسمح، وساعتها ممكن اعمل دياليسيس عشان السيفير لاكتيك اسيدوزس، وساعتها بيبقى سمول يعني شورت سيشن ما بيبقاش كفايه، عاوز برلونج دياليسيس سيشن. ما يخص المجموعات الجديده، انا في الابديت في حاجه هقولها ان شاء الله بكره على الديسيجن ميكنج ويتش از ويتش وامتى، فانا مش هقولها. لكن اخر حاجه بالنسبه لنا جليبتين، كل الدي بي 4 انهبيتورز الايفيدنس بتاعهم كنفر بروتكتيف از فيري مينيمال. لكن اللي اضافته الكارميلينا ترايل، رغم الانتقاد الشديد اللي انت وجهته للكارميلينا ترايل، السيفتي للكاردوفاسكولار،
لان ما فيش دي بي 4 انهبيتور تاني عمل استادي بعدد كبير جدا الاف من البيشنتس راندومايز كنترول ترايل وطلع ان هو از بلاسيبو في الكارديوفاسكولار. ساكساجليبتين بروفن ان هو بيزود الهوسبيتاليزيشن هارت فيلير وزي ما اتفضلت وقلت يعني بقى اوت اوف فيفر، لكن الحاجات الثانيه ما عندهاش دراسه قويه از كارميلينا فور ذا سيفتي على الكارديوفاسكولار سيستم. بتقلل المايكرو البومينوريا زي ما انت قلت مي بي لكن هي مش بينيفيشال، وبتقللش الهايبر فلتريشن. يعني مش عاوز برضو احرق في كلام الدكتور علي لان هي بتشتغلش على البروكسيمال كونفوليوتيو، بتشتغل ما بعد حتى نيتروريسيس على الديستال كونفوليوتيو تيبيول، فما بتاثرش في الهايبر فلتريشن اتول كلهم. والمشكله ليه كارديوفاسكولار لان انا بخشى من الدي بي 4 انهيبيشن لا يزود الكيموكاينز او حاجات اخرى، فبتعمل كونتكست هايبوثيسيس تعمل كارديوفاسكولار بروبلمز اللي كانت واضحه قوي مع الساكساجليبتين. دي بعض النقاط، لكن whatever the strategy whatever the drug I should know how to follow the drug and follow kidney function. دكتور سعيد خميس نبدأ الأسئلة. مساء الخير يا حسين. مساء النور. أنا هفتح بس على دكتور محمد لأنه مش عارف هو unmuted ليه. اتفضل دكتور سعيد. كنت طبعا بس على دكتور محمد ودكتور فيصل وكل أساتذتنا الموجودين والزملاء الأفاضل. حضرتك بالنسبة دكتور محمد سامعني ولا؟ اتفضل. سامعك يا باشا. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا بيه؟ ازيك يا بيه؟ كل سنه وحضرتك طيب وكل سنه وحضرتك طيب. محاضره رائعه طيبين. السهل الممتنع كالعاده يا دكتور محمد. ماشي يا دكتور سعيد. الكومنت بتاعك سؤالي بس حضرتك يا دكتور محمد بالنسبه للاس جي ال 2 انهبيتور، كان في من حوالي اسبوع في الامريكان جورنال كيدني ديزيز كيس ريبورت على ان في اكيوت كيدني انجري انديوسد باي ذيس جروب اوف دراجز ديو تو واتس كولد اسموتيك تيوبلر انجري. اوكي. وطبعا انا مش هحدد نتائجي او شغلي على كيس وان كيس ريبورت او كده، لكن صدفت بعدها بحوالي اسبوع او يعني من حوالي 3 4 ايام في الان دي تي اعتقد على ما اتذكر دراسه فوق ال 1000 عيان وتابعوهم لمده سنه وقال ان لا ما فيش اي فكره ان الاس جي ال 2 تقدر بتعمل اكيوت كيدني انجري. طبعا لا ننكر الاحترام الكامل للمجموعه دي من الدراجز وهي طبعا عامله رأي كويس جدا وعلى واقع حقيقي علمي، بس انا بخاف دايما وبحط ايدي على قلبي من الحاجه اللي بتفرقع جامد كده، خصوصا لما تنزل في الان جي ام في النيو انجلاند غالبا بيبقى حفل الولاده بتاع في الان جي ام، برضه تنزل حفل التأمين غالبا بعدها بسنه او سنتين في ولا انا في تاريخ شواهد يعني. فتعليق حضرتك على الكونتروفيرسي بتاع الاكيوت كيدني انجري او السيفتي بروفايل مع الجروب ده على الكيدني. شكرا دكتور محمد. صح تمام، كلام جميل جدا. طيب حضرتك دلوقتي اللي اصلته بس ان عندك شويه تحفظ عموما تجاه الادويه الجديده، وانا معاك جدا في الحكايه دي. انا مش من الناس اللي بتحب تجري على الادويه الجديده لانه انا شفت الناس اللي بتعمل كده، اول ما يسمع على دواء جديد يجري يجربه وبعدين ناخد نشوف الخدعه يعني. ولكن الادويه دي مش جديده، الادويه دي بقى لها حوالي 15 سنه. ده اول حاجه. ثاني حاجه الادويه اتجربت على عيانين كلى باعداد زي ما حضرتك شفت الاستاديز اللي نشرناها اللي عرفناها اعداد الاف العيانين. ثالثا الفولو اب بيريود كان لفتره طويله جدا. طيب هل ده معناه انها بتعمل او ما بتعملش اكيد كيدني انجري؟ لا، تعال نبص عليها از دايوريتك. ودايوريتك انت بتديه مع الاي سي انهبيتور او انجيوتنسين ريسبتور بلوكر. خلي بالك ان كل النتائج الكويسه اللي طالعه منهم طالعه في عيانين غالبا عندهم هارت فيلير او ريسك اوف هارت فيلير وغالبا عندهم بياخدوا راس بلوكر، وبالتالي العيان ده عنده كذا ريسك فاكتور في اكيوت كيدني انجري، عنده مشكله في القلب وبياخد اي سي انهبيتور وبياخد دايوريتكس ورحت انت كمان حاطط فوقيهم الدواء ده، فوارد يحصل له اكيوت كيدني انجري. ما يحصلش ليه؟ يعني ولكن هل ده بيحصل بريت عالي وكبير وكتير اكتر من اللي ما بياخدوش الدواء؟ الاجابه كل الاستديز اللي فاتت قالت لا. والحقيقه انه في الكريدنس وفي الداتا سيكي دي الحقيقه هم they were specifically looking for acute kidney injury specifically. والحقيقه it was not reported انها اعلى من الجروب الثاني. خلي بالك بس معلش حضرتك عارف طبعا علشان ما تتوهش مني الكلام، بس انا هوضح هتك تاني بقول ما حصلش اكتر من الجروب الثاني، مش بقول ما بحصلش خالص، بقول ما حصلش اكتر من المجموعه الثانيه. يعني حصل بس اللي ما خدوهوش برضو حصل. ف
they seem to be safe so far. لو حضرتك عايز تتحفظ اكتر, it's nice to be a conservative doctor. انا مش شايف ان ده غلط, بس الحقيقه هم النتائج بتاعتهم زي ما قلت لك, دول مش دواء فرقع, ده الدفا فرقع, وراها الكنه فرقع, وراها الامبا فرقع, ولا سوري الامبا اللي ابتدى الفرقعه يعني. وبعد كده عملوا ستادي في الهارت فيلير, رجعوا كلهم عملوا ستاديز في الهارت فيلير في النون دايابيتكس, راحوا مفرقعين, راحوا عاملين في عيانين الكلى دايابيتكس والنون دايابيتكس, راحوا مفرقعين. لا دي انا شايف انها ادويه قنابل الحقيقه, قنابل بمعنى حلو مش بمعنى وحش. I think they're very useful drugs. هي بس انا بمناسبه برضو حصلت في مجموعه اكتر من مجموعه, هرجع معلش اعلق على حاجه قالها دكتور حسين. لما دكتور حسين كان بيقول الميتفورمين هو شاف حالتين لاكتيك اسيدوزس, ما انا عايز اقول يا دكتور حسين احنا قلنا اللاكتيك اسيدوزس بيحصل في اللي بياخده الميتفورمين واللي ما بياخدوش الميتفورمين, فالحقيقه اتس نوت فيري ريزونبل اني الزقها في الميتفورمين, خصوصا ان انا متاكد من غير ما اعرف ان العيانين بتوعك دول حاجه من الاثنين, يا كانوا بياخدوا دوز ازيد من المفروض ياخدوها, يا اما كانوا داخلين لك بمشكله ثانيه بسبسس باي سي يو بهارت فيلير. وبعدين اول حاجه طبعا الغلبان اللي بنتشطر عليه الميتفورمين لان ملوش حد يدافع عنه يعني. الحقيقه الميتفورمين از ا سيف دراج, بيعمل لاكتيك اسيدوزس ولا لا؟ طبعا بيعمل لاكتيك اسيدوزس, ولكن اللي اخذوه بيحصل لهم لاكتيك اسيدوزس قد اللي ما اخذوهوش. دي اول نقطه. ثاني نقطه بحاول اقولها ودي الاهم يا دكتور حسين, حتى لو بيعمل لاكتيك اسيدوزس وحتى لو موت عيانين قدامك من اللاكتيك اسيدوزس, انا في الاخر اللي قدامي ده عيان سكر, ما هو انا لازم اكتب له دواء. انت عارف لو هو سليم وانا مديله ميتفورمين لله لله هقول لك ما تديهوش يا سيدي وابعد عن اللاكتيك اسيدوزس, ده مريض عيان هياخد دواء, الدواء ده اسمه ميتفورمين, زعلان من الميتفورمين وريني هتكتب له ايه, تكتب له انسولين هيجيب له هايبوجلايسيميا, هتشوف وفيات اكتر, بس مش حضرتك اللي هتشوفها, اللي هيشوفها بتوع قسم الحوادث وبتوع الاي سي يو اللي العيان جالهم باريثمياز في الاي سي يو بسبب ان اتاك اوف هايبوجلايسيميا. اعتقد يا دكتور محمد احنا متفقين, احنا متفقين هي السيفتي هاو تو بريسكرايب اند هاو تو فولو اب. يعني انا انا لو ستيج 4 يعني انت ستيج 4 انا ممكن استخدمه 500 ملي جرام, وستيج 5 ممكن 250 ملي جرام ميتفورمين, لكن انا هستخدمه لان انا هتابع البيشنت واعمل له تحاليل, اما وانه مش هيتابع ولا يعمل تحاليل هوقف عند 30 ملي برمنت مش هدي ميتفورمين. وهتديله ايه بقى؟ ما هو هنشوف. انا بقف عند ال 30 على فكره يا دكتور حسين. تمام انا واخد, انا بقف عند ال 30 علشان بس ايه, للاسف في ناس بيقوموا باصين على الروشته ومكررين يعني قصيده من قله الذوق يعني. لا السيفتي, السيفتي مقدمه اسمعني بس. انا حاضر انت وقفت عند ال 30 هتدي مكانه ايه بقى للعيانه ابو 15؟ ما هو انت كلامك كلامك قول لي ادي العيان ايه, وانت هتدي العيان ده وهيعمل له مصيبه ثانيه. بس انا بس ما هو هيبقى من الكلاسس اللي هتخش هنا هو الدي بي 4 انهبيتورز لانه لو سيفتي وممكن استخدمه اب تو اند ستيج على الدايلس بيشنتس, لكن انا اللونج تيرم سلفانيلوريا لونج اللي هي اللي هي مش شورت يعني اللي هي مش شورت ريليز اللي هي اللونج ريليز سلفونيلوريا تبقى هازاردس عشان الهايبوجلايسيميا وابقى خايف اديها, يبقى انا ريستريكتد قوي في الدي بي 4 انهبيتور والانسولين, والانسولين هعمل له مونيتور للجلايسيميك ستيت بتاعته, لكن انا مش هعمل له مونيتورنج. انت لو ما هتعمل مونيتورنج اهو, طب افرض عيان زي ما انت بتقول مش هعمل له مونيتورنج وهيمشي ويغيب عني, لو مع لو ما انتش لو ما انتش انشورنج الفولو اب تحت 30 ملي برمنت بليز, ان انا هنا هيبقى ما اقدرش اخدها كقاعده للناس على الاطلاق, لكن انا لو طيب هتدي له ايه بس فهمني, ما هو احنا بنفس الخناقه, هي هتدي له ايه؟ هدي له دي بي 4 انهبيتورز وهدي له انسولين. انا هدي له دي بي 4 انهبيتورز لانهم سيف دراجز انا موافق. أوكي. ولما هتدي له ولو احتاج ياخد حاجه زياده ادي له انسولين يعمل له هايبوجلايسيميا. ما هو انت هتبقى هتبقى مونيتورنج الدواء بشكل, انا لو مونيتورنج الحاجه الثانيه عشان خلينا نخلص عشان ما تزعلش الناس بس. هو يعني هو الكلام انت في الاخر هتضطر تدي العيان دواء, لو مش هتدي العيان ميتفورمين ولا دواء ثاني حلو سيبه بسكره يعلى, انما هتدي له دواء, الدواء اللي هتديه له لسايد افكت. هو علشان كده دكتور محمد علشان كده التارجت جلايسيميك كنترول بقى مور ريلاكسد مع الديفلوبمنت اوف ادفانسد ستيج اوف سي كي دي, بتديني حريه حركه شويه وان انا احط في دماغي حتى بستخدم اي دواء لازم اراعي الهايبوجلايسيميا لو عندي العيان, لانه العيان حتى لو ما بياخدش اندابيتك دراج يعني الميتفورمين مش من الادويه اللي بتعمل هايبوجلايسيميا, لكن فرينال فيلر ممكن يعمل هايبوجلايسيميا, لان رينال فيلر لوحدها من غير ادويه ممكن يبقى معاها هايبوجلايسيميا, انا كده كده لازم امنطر الجلايسيميا. هنقف عند ال 30 عشان خاطرك يا دكتور حسين, عشان انت حبيبي بس عشان كنت معايا على جبل الجليد بس. لا 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 لا, 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 لا
لا انا متفق معاك في ان هو الكوست بتاعه قليل، لكن الدوز الناس اللي بتكتب دوز اتنين، انا شفت ناس بكتب لها 2 جرام او 850 في 2 وكرياتينه 5، ما ينفعش الكلام ده لانه العيان ده ممكن يبقى فيري ريسكي. وزي ما قلت لحضرتك رغم من الفارماكوكينيتكس بتاعته هو دواء ايزلي ريموفد باي هيمو داليسيس، لكن بيحصل ريباوند عنيف جدا، الشورت سيشن داليسيس ما بيبقاش افيشنت ابدا، وعاوز مونيتور لاكتيت وعاوز في القصه البريسكريبشن بتاعه الدكتور ده هيخليني اوجمنت الكلام مع ردا على الدكتور سعيد. احنا اول ما الصوديوم جلوكوز كوترانسفورت تو انهبيتور انتروديوس الدكتور عم جدا نحاس في كريتيكال ابريزال قال لك ده دايوريتكس ومش دواء سكر وملوش اي قيمه، ده والامبريج اوت كام ترايل ديت النمبر نيد تو تريت عالي جدا، وده كلها شغله شركات. لكن الداتا بعد كده جت الاكوت كيدني انجري الاف دي اي ريبورتد 100 حاله وعملت الارم ان ممكن يعملوا اكوت كيدني انجري، اتعمل الصدف في الدايبيتس كير قارنوا قال لك لا، لما اتعمل بروبنسيتي ماتش ما فيش زي ما سعادتك قلت في الجهتين تو ارمز فيهم هايبو بتاع اكوت كيدني انجري، فبالتالي ما نظلموش ونقول هو اللي عمل اكوت كيدني انجري. جات اللانسيت جمعت كل الاستادز قالت لا ده سيف على الاكوت كيدني انجري، والاكوت كيدني انجري مع اقل مش ايكوال اقل من الارم الثاني. الكيس ريبورتس اللي الدكتور سعيد قال عليها انا قريتها للاوزموتيك نيفروسيس انديوسد باي اس جي ال 2 انهبيتورز، وده يؤكد ان انا لما ببرسكرايب دواء ابقى عارف ازاي اعمل له مونيتور وازاي امتى اكتبه. يعني مشكله الدواء زي ما حضرتك قلت ممكن ما تبقاش في الدواء نفسه، في انا بستخدمه صح ولا غلط. الدكتور طارق رافع ايده من زمان فنديله يسال، اتفضل يا دكتور طارق. دكتور طارق طنطاوي السلام عليكم، وسعيد جدا بالمحاضره بتاع الدكتور محمد اللي دايما بتثبت انه انسان نقي جدا وان هو دايما بيدافع عن الغلابه، يعني طيب بيدافع عن النوتفورمين او البريسكريبشن بتاع النوتفورمين، ده راجل نقي جدا وراجل يعني هنقول مع الملائكه. لكن اكشوال النوتفورمين في البراكتس بتاعنا له مشاكل كتير على راسها جي اي تي انتولرانس، دي حقيقه. صح. الكونسيرن بتاعي بالنسبه للمحاضره بتاعتك طبعا لان هي ده يعني مش عايز اقول لحضرتك ان تقريبا 50% 60% من الحالات عندنا دايابيتيك كيدني ديزيز، وحضرتك عارف شركات السكر وادويه السكر ما بيتابعوش معانا وبيتابعوا الاندوكراينولوجي، لكن اكشوالي هم المفروض بعد المحاضره بتاعتك دي والكلام اللي اتقال لا ماست يشيفت لدكاتره النفرولوجي. القصه بتاعت المشكله بتاعتنا في السي كي دي والدايابيت، الكونسيرن الاعظم الهايبوغليسيميا، والكونسيرن الثاني الالدرلي، والكونسيرن الثالث الكوموربيديتيز اللي موجوده والدراج دراج انتر اكشن. اعتقد في الايرا بتاعت الدي دي بي 4 انهبيتورز والانسولين انالوج القصه بقت الى حد ما السلفونيلوريا خلاص، عشان القصه بتاعت الويت جين والاوبيزيتي واتكلمنا فيها مرات ومرات ومرات، اصبحت القصه مور سيفت. في الايرا بتاعت سوديوم جلوكوز ترانسبورتر انا متحمس لها جدا جدا جدا، لان اكشوالي في بنفيشيلز افكت احنا بناخدها كارديو رينال، والكونسيرن المهم قوي موضوع الويت. انا كان نفسي دكتور محمد النهارده تتكلم شويه عن الدايت، لان الدايت عندي والجلايسيميك اندكس بتاع الاكل اللي بناكله والاكسرسايز والالكول سيسيشن وسوري والسموكينج سيسيشن، الكلام ده على فكره اوف بارا اماونت امبورتنت في الكنترول جلوبال للعيان بتاع الدايابيتس. الارامنتري بتاعت الهايبوغليسيميك دراجز النفرولوجي المفروض يبقى اور بي، وانا مش مقتنع ان واحد جي اف ار امبيرد يبقى فولود باي الاندوكراينولوجيست، لان احنا هنبقى مور كين عليه ان احنا بروبر كنترول وزود الابيسودز اوف هايبوغليسيميا، كمان عشان الفولو اب بتاعت الرينال فانكشن والستيبس اللي بتتاخد بقى بعد كده. سعيد جدا بالمحاضره اللي هي البراكتيكال، واعتقد اللي كنا استفدنا منها، وسعداء بطريقتك في الاداء، وكده احنا اتاكدنا من نقائك الزائد، لانك انت دافعت عن دواء ما حدش بيتكلم عنه لانه ما بيجيبش حاجه، دواء رخيص يعني. ربنا يخليك. طبعا احنا الكلام اللي قاله الدكتور طارق كلام مهم جدا، اللي هو هوليستيك ابروتش للمانجمنت اوف دايابيتس، ده شود بي كل الاوجه اللي حضرتك طرقت اليها من اللايف ستايل وبقيه المانجمنت ابروتش الليبيدز والدايت والاكسرسايز والكلام ده كله شود بي. النقطه اللي انت تطرقت اليها اللي هو جاستو سايد افكتس للدواء، ده من ضمن الحاجات اللي بتقولها للبيشنتس اللي بياخد ميتفورمين، لو جالك فوميتنج ودايريا وتر دايريا وقف الدواء وتعالى لي
يعني وفي برس وفي حضرتك بروكوشنز، واحد داخل يعمل كورونا انجو، واحد داخل يعمل كونتراست، واحد داخل يعمل بري اوبرتيف، في امور كتير بيبقى يعني. انا اقول لك على حاجه، انا مثلا الدايبيتس كير في عدد في اونلاين الستاندرد اوف كير بتاعت الامريكان دايبيتس اسوسيشن زودوا جمله، يمكن من الحاجات اللي انا هقولها بكره ان شاء الله، زودوا جمله على الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر تو انهبيتورز شود بي ستوبد شود بي ديسكونتينيود بيفور سيرجري، زودوها على الستاندرد اوف كير، رغم ان هي معروفه ان الجراحات ممكن تبوتنشيت ايوجلايسيميك كيتو اسيدوزس في الـ في الـ في الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر تو انهبيتورز. فكل شويه بنتعلم حاجات من الابلايد. انا بالتالي انا اتوقف في المناقشه عند هنا، وطبعا في ناس لها اسئله هنسمع، استاذن بس دكتور نصر الله تخليك معانا علشان نكمل الاسئله بعد محاضره دكتور علي شندي، لانه دكتور علي جاهز للسلايدز، فانا طبعا هقدمه في نص دقيقه. دكتور علي من الناس اللي انا يعني بعتز بهم جدا، لانه خلال السنوات اللي هي اللي فاتت دي استاذنك يا دكتور حسين فضل. بس هقول حاجه، احنا انتوا احنا هنكمل مناقشه تاني ولا كده؟ احنا قفلنا مناقشه الموضوع. لا 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 هنكمل. لا انا بس بسال علشان بس انا بس استاذنك انا بس استاذنك تبقى معايا عشان كده. حاضر طيب. عندك انا عايز اسمع دكتور اسمع دكتور علي طبعا، الا اذا كان عندك ريستريكشنز، اذا كان عندك ريستريكشن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن انا معاك ان شاء الله. لا انا عاوز اخد انا عاوز اسمع كمانك تعمل كومنتري على محاضره دكتور علي. دكتور علي من الناس المتميزين جدا جدا اللي انا بعتز بهم، وطبعا استاذ مساعد امراض البطن والكلى في جامعه الزقازيق، ومحاضرة لوبس نيفرايتس عملت الجلسة بتاعته، جالي فيدباك من جميع الناس بشكل قوي جدا على المحاضرة بتاعت الدكتور علي. فأنا متأكد النهاردة مع الهايبر فلتريشن هيدينا برضو واجبة كويسة، وأعتقد أنها كومبلمنتري. وهبقى عاوز أعرف رأي الدكتور نصر الله طبعا، والدكتور فيصل شاهين معنا برضو هنديله في بعض المحاضرتين يدينا كومنتري من هيز اكسبيرينس على التو ايتمز. فضل دكتور علي. اعمل له اميوت. حاضر اميوت. تفضل. السلام عليكم دكتور حسين. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. انا بعد محاضره الدكتور محمد اللي قدم فيها كالمعتاد السهل الممتنع، يعني هتبقى المهمه صعبه عليا شويه. هتكلم مع حضراتكم على الجلوميرولار هايبر فلتريشن. اسمحوا لي ان اقفل الفيديو، يمكن الصوت يبقى اوضح لما اقفل الفيديو. هتكلم مع حضراتكم على الجلوميرولار هايبر فلتريشن ثيوري اند ابلكيشنز. يمكن ده عنوان ابستراكت قدمته في الايرا اديتور في الهيستوري اوف نيفرولوجي، تناول الموضوع من هيستوريكال برسبكتيف في الايرا اديتور 2020، انما احنا هنتكلم عليه بشكل ابليكابل اكتر. الاجنده بتاعتنا ثلاثه مين سيكشنز. الاول هنتكلم على هايبر فلتريشن كثيوري، نفهم منها ازاي التو بوينتس في الاجنده. بعد كده الراس بلوكج والاس جي ال تي 2 فارماكولوجيكال ايجنتس هيبقوا وركينج كارينو بروتكتيف ايجنتس اند تارجتنج ذس هايبر فلتريشن. السيكتور الاولاني جلوميرولار هايبر فلتريشن. يمكن من بدايات الثمانينات كان بروفيسور باير برينر والمجموعه بتاعته اشتغلوا بعد مجموعه من انيمال ستاديز وبعدها هيومن ستاديز على فكره الهايبر فلتريشن، وذي بوستيوليتد الهايبر فلتريشن از ا ثيوري بتفسر لنا حدوث الكرونيك كيدني ديزيز او كيدني انسلت في بعض الكلينيكال سيتويشنز بارتيكولرلي دايابيتس اند اوبيزيتي ميتييتد بميتابوليك اند نيور هرمونال ستيمولاي. مش هنخوض في تفاصيل الميتابوليك والنيور هرمونال ديتيلز علشان ما نبقاش نخلي محاضرتنا applicable أو clinical أكتر. زائد أن طبعاً ده بينتج عنه whole kidney hyperfiltration في الاثنين clinical situations دول، وأيضاً في كل أشكال chronic kidney disease whatever genetically, surgically or acquired reduced functional nephron mass بيبقى ال hyperfiltration implicated in the progression deterioration أو decline in kidney function, deterioration of kidney disease, progression of chronic kidney disease أو decline, progressive decline in kidney function من خلال single nephron hyperfiltration. إلا لو نفرون مع نفرون مع نفرون بنلاقي إن في whole kidney hyperfiltration relative للdecline in kidney function اللي موجود. الكلام ده بيبقى mediated من خلال essentially mal adaptive glomerular hemodynamics. يمكن الكلمة كبيرة شوية mal adaptive glomerular hemodynamics، إنما هنسيمبليفاي الكلام دلوقتي ونفهم يعني إيه الكلام ده. بينتج عنه glomerular hypertension وhyperfiltration زيادة الضغط اللي جوه الجلوميرولاي. نقف هنا في الالجوريثم ده
ونفهم ان دي من هم الجلوميولاس. واحنا عارفين ان الجلوميولاس الطبيعيه بيبقى فيها state of accurate balance، الدم بيدخل من الافرنت arteriole، blood goes into the glomeruli glomerular capillaries and goes out through the efferent arterioles. الاثنين arterioles دول الافرنت arteriole والافرنت arteriole بيبقى فيهم baseline tone بيحافظ على blood flow في الجلوميولاي وبيحافظ على certain level من glomerular pressure اللي بيبقى مع يعني تعادلا مع ال pressure اللي موجود في الباومنز كابسول، ده من ناحية وده من ناحية، بيبقى في الاخر في net hydraulic pressure او filtration pressure بيمنتين او بيمديت filtration across the glomerular filtration barrier وبيتكون الفلترت في sodium and glucose absorption بنورمال level موجود او بنورمال amount موجود عند the thick descending loop of Henle. ثم الصوديوم بيوصل لبدايات distal convoluted tubule عند الماكولا دنسا بليفل، فهنا بيبقى فيه كروستوك او بيبقى فيه كلام ولغه حوار بين الماكولا دنسا السيلز بتاعتها والافرنت ارتيريول بتمنتين او بتكنترول التون، ده اللي بنسميه تيوبلو جلوميرولا فيدباك. الماكولا دنسا بتحس الصوديوم اللي وصل لها وعلى حسب الليفل بتاعه بتتحكم وتمديت من خلال ادينوزين بتمديت كنترول على التون بتاع الافرنت ارتيريول واتيفر الميكانيزم بتاعت التوك دي، انما ده تيوبلو جلوميرولا فيدباك وهكذا. فالجلوميرولاس والهيموداينامكس بتاعتها in a state of accurate balance. البالانس ده بيختل في عيانين generally speaking الـ chronic kidney disease وان particular الـ diabetic kidney disease، لان الـ diabetic kidney disease بيتاخد ده الموديل اللي بنتكلم من خلاله على الجلوميرولا hyperfiltration. من خلال interplay وتداخل بين مجموعة vascular and tubular factors بيبقى في حاجتين أساسيتين بيحصلوا في الـ diabetic kidney disease أو زي ما قلنا generally speaking chronic kidney disease. Afferent vasodilatation، فالafferent arterioles بتبقى توسع vasodilated، more blood goes into the glomerular capillaries، ده من ناحية. من ناحية تانية efferent vasoconstriction، الafferent arterioles بتضيق وبالتالي less blood goes out، بتبقى المحصلة more blood coming in and less blood going out. المحصلة بيبقى ان الجلوميرولار كابيلاريز بيبقى الضغط فيها عالي، بيحصل جلوميرولار هايبرتنشن، الهايبرتنشن بيتبعه هايبرفلتريشن، الترا ستراكشرال تشينجز زي ما احنا عارفين جلوميرولوسكليروسس. نقف هنا في الكلام نشوف الفاكتورز اللي بتمديت، ما هو علشان افهم ازاي هعالج لازم افهم ازاي المشكلة حصلت، ازاي الافرنت ارتيريولز دي بتوسع. برسيك كده جاست الهايبرجلايسيميا زياده البلاد جلوكوز بيعمل افرنت ارتيريولا فازو دايلاتيشن، وبالتالي برضه برسيل كنترول اوف بلاد شوجر بيقلل شويه الافرنت ارتيريولا فازو دايلاتيشن. الهاي بلاد امينو اسيد ليفلز، وبالتالي العيانين بعد هاي بروتين ميل بيحصل سم افرنت ارتيريولا فازو دايلاتيشن اند سم سورت اوف انكريس ان انترجلوميرولار بريشر. فعشان كده بننصح العيانين تو مودريت البروتين انتيك بتاعه. واخيرا بقى لو صوديوم كلورايد ديليفري تو ذا ماكولا دنسا، فعيانين السكر بالذات بيبقى في زياده مع الهايبرجلايسيميا والجلوكوز اللي بينزل كتير في اللوب فرنلي، بيبقى في زياده في الصوديوم في الجلوكوز برايمري ومعاه الصوديوم ابزوربشن في البروكسيما في اللوب فرنلي، وبالتالي كميه الصوديوم اللي بتوصل للماكولا دنسا هنا بتبقى قليله. فالماكولا دنسا بتتوهم ان الصوديوم قليل وبتدي الاوردرز بتاعتها للافرنت ارتيريولز انها توسع عشان تزود الفلتريشن. ده بيبدا لنا الباثوجينيسيس هنا او الباثولوجي يحصل بالشكل ده. طيب ده بالنسبه للافرنت ارتيريولا فازودايليتيشن، فهمنا جاي منين. النقطه الثانيه الافرنت فازوكونستريكشن الارم الثاني يعني بيجي منين. كذا فاكتور اهمهم ان في هاي لوكال انجيوتنسين 2 ليفل، الانجيوتنسين 2 بيبقى شغال بشكل مبالغ فيه في المنطقه دي، هو بيطلع من الجاكستا جلوميرولا اباريتس في المنطقه دي، بيطلع الافرنت ارتيريول بيشتغل بشكل مكثف يعمل فيها فازوكونستريكشن. فطبعا معاه اندوثيلين واذر فاكتورز. اذا احنا توارد لذهننا فكره اتراكتيف دلوقتي او فهمنا اللي كان بيحصل على المستوى الكلينيكال ستاديز، ان الراس بلوكج لو هتقفل لنا شغل الراس سيستم على الافرنت ارتيريولا فازوكونستريكشن هتانتاجونايز الهايبرفلتريشن، والارم الثاني الناحيه الثانيه او كفه الميزان الثانيه الاس جي ال تي 2 لو استخدمناها علشان تمنع الجلوكوز ومن ثم الصوديوم ابزوربشن هنا فتحسن الصوديوم اللي واصل هنا وتمنع الفازو dilatation، هتبقى فكره منطقيه جدا علشان انتجنايز جلوميرولار هايبرفلتريشن.
في الحتة دي بالذات هيبقى في رد على السؤال بشكل بقى باثوفيسيولوجي، على رد السؤال ليه الأراس بلوكج بيبقى معاها زيادة في احتمالية حدوث أكيوت كيدني إنجري، إنما الاس جي ال تي 2 انهبيتورز ما بتبقاش على نفس القدر من خطورة حدوث أكيوت كيدني إنجري أو من الخوف من أكيوت كيدني إنجري. الراس بلوكج بتعمل فازو دايلاتيشن في الإفرنت أرتريول، اللي قد يكون الفازو دايلاتيشن ده ممكن يبقى مبالغ فيه، وده بان أكتر لما استخدمنا الراس الإيس مع الأرب مع بعض، ممكن يبقى مبالغ فيه تعمل فازو دايلاتيشن، وده ممكن يعمل ستيل من الجلوميرولاي بالذات لو فيه الإنفلو قليل من arterial stenosis. قصاد كده الـ SGLT2 بيشتغل بأنه هو بيصلح الباثولوجي ويرجع الفسيولوجي. يعني اللي حصل دلوقتي أن الصوديوم قل ففي فازو دايلاتيشن، خلاص إحنا هنوفر الصوديوم فالميكانيزم الطبيعية ترجع لطبيعتها. We will not cause vasoconstriction of the afferent arteriole but rather will revert the vasodilated arterioles to arterioles with normal tone. هنتكلم بقى على الانعكاس ده على الفايندينجز بتاعه الكلينيكال ترايلز فيما بعد. الكيرف الشهير في البروتينوريك دي كي دي او الكلاسيك دايابيتيك نيفروباثي ايفولوشن فوق في المرحله الثانيه اللي هي بعد النورمال فلتريشن بيبقى فيه هايبر فلتريشن ايرلي اون في الدي كي دي ناتشرال هيستوري، لما يبقى فيها الجي اف ار فوق 135 بنقول جي اف ار مش اي جي اف ار لان الاي جي اف ار بلايند وكانوت ديتكت الهايبر فلتريشن. فعموما لما الجي اف ار بيعلى فوق 35 بيكون تبعه في نفس المرحله دي بيبدا يظهر مع الهايبر فلتريشن زياده في اليورينري البومين اكسكريشن بيتبعه بروجريسيف ديكلايننج جي اف ار، وندخل بقى في مراحل الكلاسيك كرونيك كيدني ديزيز في عيان عنده دي كي دي. باك للالجوريثم بتاعنا، احنا وصلنا لان في جلوميرولار هايبرتنشن اند هايبر فلتريشن يعقبه، ادى ده الى زياده الفلتريشن بريشر، قلنا في الترا ستراكشرال تشينجز ريفرسبل نيفرون دامج اند نيفروسكليروزس بروجريسيف شغاله تنتهي كلينيكالي بقى اللي بنشوفه سي كي دي بروجريشن بينتهي باند ستيج او المعنى اند ستيج كيدني ديزيز، او يمكن المصطلح الاجدد في الكاتيجوري ريكومنديشنز كيدني فيلير. السكشن بقى الثاني في المحاضره بتاعتنا ايه رول اوف راس بلوكج في الانتاجونايز، احنا مش هنتكلم على رول راس بلوكج كانتي هايبرتنسيف بات كارينو بروتكتيف ايجنتس. ليه بنستخدم الايس انهبيتورز والاي ار بيز في الايرليير ستيجز اوف سي كي دي؟ لسببين اساسيين كلنا عارفينهم. اول حاجه ان ليها رينو بروتكتيف افكت، ورينو بروتكتيف في الاثنين ارمز او الوجهين العمله بتوعنا، انه بيقلل البروجريشن اوف كيدني ديزيز في العيان عنده سي كي دي ستيج 3 اور بيتر، اللي تحت كده هنتكلم عليه في كلام لوحده اللي هم الفور اند فايف، احنا بنتكلم على الايرلي ستيجز. بيبقى ليه كمان significant antiproteinuric effect. وبالنظر لأننا كلنا عارفين أن chronic kidney disease is a high risk factor for cardiovascular disease، فالأيس inhibitors والأيس هم أسوى كcardioprotective agents في العيانين دول. طيب إيه الإفيدنس بتاعنا على الكلام ده؟ هيستوريكالي من سنه 93 لويز ايتال حطوا او ابتدوا الايفيدنس على ان الكابتوبريلرين وبروتكتيف افكت في عيانين الدايابيتيك نيفروباثي او دايابيتيك كيدني ديزيز في تايب 1 دايابيتس. انما احنا هنبدا من العدد ده في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن سبتمبر سنه 2001 12 في ثلاثه لاند مارك ترايلز. اول ترايل فيهم اللي هي الارما ترايل اللي اتعملت في عيانين هايبرتنسيف تايب 2 كان عندهم مايكرو البومينوريا. نتيجه الدراسه دي انا مش هخوض في تفاصيل الاستاديز لانها كتيره النهارده، فالدراسه دي لقت ان في سيجنيفيكانت امباكت اوف يوزنج ايربيزارتان على الديفلوبمنت اوف اوفرت دايابيتيك نيفروباثي او البروجريس اوف بروتينوريا في العيانين الدايابيتيك وذ مايكرو البومينوريا، بغض النظر عن انتي هايبرتنسيف افكت بتاعها، لان احنا عارفين البلاسيبو دول ضغطهم كان مظبوط برضه. وكان السيجنيفيكانت ريدكشن ده كان دوز ديبندنت، يعني ال 150 احسن من البلاسيبو وال 300 احسن من 150 وبشكل سيجنيفيكانت. ده نمره واحد. اقوى ايفيدنس دايما الميتا اناليسيس بعدها بسبع سنين في 2008 في الانلز اوف انترنال ميديسن نشر الميتا اناليسيس دي، وبصينا على ريدكشن اوف بروتينوريا ايرلي اون افتر انيشيشن اوف ثيرابي عند من شهر الاربعه وبعدين عند من خمس شهور ل 12 في مختلف الدراسات، لقينا ان قارنا الاي ار بي ببلاسيبو في سيجنيفيكانت امباكت اون بروتينوريا، ان قارناها بكالسيوم شانل بلوكر سيجنيفيكانت امباكت، انما ان قارناها بايس انهبيتور نو ديفرنس. واحنا بنبص في الفيرست بلوت ده بنبص على المعين اللي موجود تحت كروسنج ميد لاين ولا جاي ميال لناحيه منه.
طيب من 5 ل 12 شهر ان قارنا الاي ار بي زجين ببلاسيبو سيجنيفيكانت امباكت، ان قارناها بالكالسيوم شانل بلوكر سيجنيفيكانت امباكت، واخيرا ان قارناها بالايس انهيبيتورز نو ديفرنس. عموما الاي ار بيز والايس انهيبيتورز كانوا زي بعض في الريدكشن اوف بروتينوريا، انما الاثنين قللوا او الاي ار بيز قللت البروتينوريا بحوالي 35% لما قارناها بالبلاسيبو والكالسيوم شانل بلوكرز. ده يجيبنا للسؤال، هل الايس انهيبيتورز والاي ار بيز زي بعض ولا لا؟ الاثنين زي بعض بالنظر للهيمودايناميك افكت بتاعهم والافكت على البروتينوريا زي بعض، انما الاي ار بي كان ليها بيتر توليرابيلتي علشان بقى الدراي كوف والانجينيوتيك ايديما بتبقى معدلاتها اقل. الكلام ده واضح في الاون تارجت ستادي، انا مش هشاهد بستاديز احنا الايفيدنس خدناه من ميتا اناليسيس وخلاص. طيب الادويه دي بتقلل السي كي دي بروجريشن؟ احنا قايم دي بروتينويد خلاص، احنا بتقلل السي كي دي بروجريشن ولا لا؟ بتقلل السي كي دي بروجريشن. الكلام ده كان واضح في الدراستين التانيين اللي اتنشروا في عدد سبتمبر 2001 من نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن، الايدنت ترايل اللي اشتغلت على الاربيزارتان في بروتينوريا فوق 900 عيانين دايابيتك وهايبرتنسيف. لقينا بصوا حضراتكم للكيرفين دول، يمكن الكيرف الاولاني اللي هي برايمري كومبوزيت رينال اند بوينتس هنلاقي فيه سيجنيفيكانت ريسك ريدكشن 23% لو قارناه بالاملوديبين و20% لو قارناه بالبلاسيبو لصالح طبعا الاربيزارتان في الكومبوزيت اند بوينت، والدبلنج اوف سيرام كرياتينين والاند ستيج كيدني ديزيز والرينال ديث هنا بالنسبه للدبلنج اوف سيرام كرياتينين. انما لو بصينا للاحصاء بشكل دقيق شويه، يعني احنا ده ريلاتيف ريسك 23% بس الريسك قل 20 ل 23%، ولا تزال تحت المنحنى اندر ذا كيرف بتاع الاربيزارتان في منطقه هنا ستيل هاي ريسك، احنا ممكن نبقى عملنا ديلي شويه للديفلوبمنت اوف اند ستيج كيدني ديزيز، انما ما قدرناش نمنعه والريسك قل، بس ستيل المنحنيين مش بعيد عن بعض. الدراسة اللي بعدها اللوزار ستادي اشتغلت على اللوزار تان اجين تقريبا نفس الكلام، significant risk reduction، الريسك ريدكشن كان 16% انما الريسك كان بالنسبة لللوزار تان 43.5% to develop composite renal end points versus 47.1%، يعني الفرق 4%، يعني لسه عندنا huge area under the curve risk، احنا بنتكلم على significant risk reduction انما absolute risk still برضو عالي. البروتينوريا قلت بشكل سيجنيفيكانت ذات اكتر مع رينال ستادي، انما الايدنت ستادي كان يعني ماشي حصل ريدكشن البروتينوريا انما ما كانش ستاتستيكال سيجنيفيكانت اني واي، ان ليها انتي بروتينوريك افكت الدوايين وبالتالي ليهم رينو بروتكتيف افكت سواء في الايدنت او رينال، الاربيزارتان او اللوزارتان الاثنين بيقللوا الرينال اند بوينت سيجنيفيكانتلي والاثنين قللوا البروتينوريا. السؤال دلوقتي او الملحوظه اللي نلاحظها في الستاديز اللي اتكلمنا عليها كلها بتتكلم على دايابيتك كيدني ديزيز او على دايابيتك بيشنتس، هل الايفكت ده سبيسيفيك للدايابيتس؟ سبقتهم بكام سنه كده الرين ستادي، بالمناسبه كلمه رين دي معناها بالفرنساوي لجام الخيل، فكاننا بنلجم النفروباثي، او سوري هو معناها بالانجليزي لجام الخيل انما بالفرنساوي لورين يعني الكلى الكيدني. عيانين اللي عندهم كرونيك نيفروباثي ونون دايابيتك سواء ضغط او مش ضغط خدناهم وقسمناهم لتو ستراتا، الستراتا الاولانيه الاثنين كانوا بروتينوريك، الستراتا الاولانيه البروتينوريا الضعيفه من 1 ل 3 جرام والستراتا الثانيه اللي هي فوق 3 جرام، الستراتا من الثانيه اتنشرت الاول سنه 97 في اللانست كان كل العيانين بروتينوريا اكثر من 3 جرام، استخدمنا في الدراستين رامبريل فيرسس بلاسيبو. لقينا هنا ان الرامبريل قدر يحقق significant reduction of بروتينوريا مع نهاية الفولو اب بيريود، والكان الريدكشن ده significant لو قارناه بالبلاسيبو، مش بس decline in بروتينوريا ده كمان الجي اف ار rate of جي اف ار decline كان significantly اقل مع استخدام الرامبريل. شوفوا حضراتكم الكيرف هنا هنلاقي شايفين السهم طالع صاروخ لفوق اهو ده بتاع البلاسيبو، انما الثاني بتاع الرامبريل كان يعني هادي شوي. بالنسبه للكومبايند اند بوينتس برضه رامبريل كان احسن، ده بالنسبه للاستراتم اللي فيها بروتينوريا عاليه. طب بالنسبه للبروتينوريا اقل بعدها بسنتين في نفس الجورنال في اللانست اتنشرت الدراسه دي ولقينا برضه ان ليه سيجنيفيكانت بنفيت ان تيرمز اوف البيشنت اللي ما كانش عندهم اندستيج رينال ديزيز. شوفوا البيشنتس ويزاوت اندستيج رينال ديزيز كانوا سيجنيفيكانتلي اقل مع رامبريل، البروتينوريا بروجريشن كان سيجنيفيكانتلي اقل مع رامبريل. خلاص احنا اقتنعنا دلوقتي ان بوث النون دايابيتك ان دايابيتك ان نون دايابيتك العيانين اللي عندهم بروتينوريك نيفروباثي بيستفيدوا من الراس بلوكج في ريدكشن اوف بروتينوريا اند سم ريدكشن ان ريت اوف جي اف ار ديكلاين.
في الميتا اناليسيز اللي هنا اتنشرت سنه 2007 كنا بنعمل بقى استراتيفيكيشن العينين، طب مين عنده خطوره اكتر لان يحصل له بروجريشن واستفاد قد ايه من الراس بلوكرز. خدوا دراسات وعملوا استراتيفيكيشن للعينين، المهم لقينا ان 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 اوفر اول كده التريتمنت باستخدام الانجيوتنسين راس سيستم بلوكرز كان في بنفيت بالنظر للكنترول، والبنفيت ده بيزيد مقدار البنفيت اللي هو بين المجموعتين بتزيد كل ما بيزيد الريسك فور كرونيك كيدني ديزيز بروجريشن، بكل ما العيان عنده خطوره انه يتطور هيزيد استفادته من الراس بلوكرز انكلودنج. ما هم من عوامل الخطوره ايه؟ ان العيان يبقى عنده بروتينوريا، فيبقى كده كل ما زاد البروتينوريا كل ما كان في بنفيت اكتر among other factors. يمكن بقى الحاجه اللي هنا محبطه، بصوا احنا لما عملنا بحث فصلنا العيانين اللي عندهم بروتينوريا فوق 500 ملي في اليوم اللي هم بنسميهم اوفرت بروتينوريا، او اذا كان الاسم القديم ماكرو البومينوريا، هنا هيفي بروتينوريا اللي هي اف 3 يعني اذا كان بالتسميه الجديده، فيرسس العيانين اللي عندهم بروتينوريا اقل من 500. لقينا ان اللي اقل من 500 لو تبصوا على الاثنين ارمز مفيش استفاده. يبقى العيان بيستفيد امتى؟ لما يكون عنده بروتينوريا هيفي بروتينوريا او سيجنيفيكانت بروتينوريا او ماكرو بروتينوريا اكتر، انما العيان اللي ما عندوش دلوقتي احنا بنتكلم على نون دايابيتيك كيدني ديزيز، العيان اللي عنده بروتينوريا تحت 500 ما استفادش. بالعكس ده التريتمنت ارم اللي هو الاسود كان فيه دبلنج اوف سيرم كرياتينين اكتر سنه بسيطه نيوميريكالي من البلاسيبو. يبقى الاستفادة في البروتينوريا. فده يخلينا نسأل نفسنا سؤال، النون ألبومينوريك سي كي دي بيستفيد من الراس سيستم بلوكرز ولا لا؟ هو اوفرول كده بنلاقي ان اعتماد الراس سيستم بلوكرز على الكارينو بروتكتيف امباكت بيبقى بشكل اساسي على الريدكشن ان البومينوريا او في الالبومينوريك او بروتينوريك ستيت. الراندومايز ترايل دي اسمها ترانسند ترايل، اتعملت على عيانين ما كانش عندهم ماكرو البومينوريا سواء نورمو او مايكرو البومينوريا، تمام؟ اديناهم التلميزرتان والعينين دول ما استحملوش ياخدوا ايس انهيبيتورز، او كانوا خدوا ايس انهيبيتورز وما نفعش معاهم اتوقف، وكلهم كان الكرياتينين بتاعهم تحت 3 ملي في اليوم. تبصوا حضراتكم على الاوتكم بتاع الاستادي هنا، هنلاقي ان التلميزرتان قصاد البلاسيبو اوفر اول ما كانش فيه فرق في الانسيدنس اوف ادفيرس رينال اند بوينتس او رينال اند بوينتس، مفيش سيجنيفيكانت ديفرنس بين الاثنين، انما ايفن التلميزرتان كان الكيرف بتاعه سابق شويه. ولو بصينا حتى على السب جروب اناليسيس نلاقي ان العيانين دول بقى اللي منهم دايابيتك او مش نان دايابيتك الاثنين ما استفادوش من استخدام التلميزرتان. الهايبرتنسيف ولا نان هايبرتنسيف مفيش استفاده. اليورين البوم اكسكريشن ريت القليل كان البلاسيبو احسن، يعني الاي جي اف ار لما كان عالي فوق 60 البلاسيبو كان احسن. فالعيانين اللي عندهم فاسكولار ديزيز او اثيروسكليروتيك ديزيز وما عندهمش بروتينوريا اوفرت بروتينوريا ما استفادوش من استخدام التلميزرتان ان تيرمز اوف بروجريشن اوف كيدني ديزيز او كومبوزيت رينال اند بوينتس بصفه عامه. الاستفاده الوحيده كانت في ايه؟ ان قلل الريت اوف نيو اونست البومينوريا وقلل الريت اوف بروجريشن من مايكرو البومينوريا لماكرو البومينوريا في العيانين الالبومينوريك. وبالتالي في الفئه دي من العيانين الراس سيستم بلوكر استخدمنا ليها اللي يحكموا اكتر الكارديو فاسكولار اوتكمز ورينا البنفيت بالنسبه لهم بتبقى محدوده. طيب الوجه الاخر من العمله، العيانين اللي ضغطهم مش عالي بقى عايز استخدم او ايه فايده اللي هم بروتينوريك وضغطهم مش عالي، هل الراس سيستم بلوكرز ليها فايده؟ ليها فايده. الميتا اناليسيس دي اتعملت على مجموعه ستاديز في عيانين كانوا نورموتنسيف بس عندهم بروتينوريا تايب 2 دايابيتيك بيشنتس بمايكرو البومينوريا، لقينا ان في سيجنيفيكانت بنفيت من استخدام الراس بلوكرز. قصاد نون دايابيتيك باوفرت بروتينوريا برضه كان في كمان سيجنيفيكانت بنفيت، اوفرول كان في سيجنيفيكانت بنفيت in terms of reducing proteinuria and reducing rate of progression of proteinuria في العيانين النورموتنسيف with proteinuric renal disease. المنطقه بقى اللي فيها ديبيت استخدام راس سيستم بلوكرز في الادفانسد سي كي دي تحت جي اف ار 30، نوقف العيان اللي ماشي على راس بلوكرز اوقفه ولا لا؟ العيان اللي مش ماشي على راس بلوكرز اديه ولا لا؟ يمكن ده سيتويشن كتير بنقابله في الكلينيكال براكتس، عيان بياخد راس بلوكر ودخل في ستيج 4
او جاي لي بريزنتد في ستيج 4 تو 5 بيبقى السؤال الراس بلوكرز ايه محلها من الاعراب هنا. الكلينيكال تندنسي ان احنا نوقف الادويه دي في العيانين دول الجي اف ار تحت 30 علشان ابعدهم عن رينال ريبليسمنت ثيرابي ونتحط في دايليما الموربيديتي والمورتاليتي في العيانين دول وضعها ايه. هل الجين اوف اي جي اف ار المحتمل ده من ناحيه الكلى من وجهه بالنظر لوضع الكلى ان نوقف الادويه دي هل هو هي اوت واي الريسك كارديو فاسكولار ستيت ان الريسك اوف انكريزنج كارديو فاسكولار اوتكمز ان ادفيرس كارديو فاسكولار اوتكمز. بمعنى تاني الادويه دي بتحسن الكارديو فاسكولار اوتكمز موربيديتي ام مورتاليتي فقصاد كده انا هبعده عن الرينال ريبليسمنت ثيرابي. مين فيهم مفيد اكتر؟ سنة 2010 الدراسة دي اتنشرت على عدد صغير من العيانين ويمكن فيهم ثلاثة مصريين دكتور أيمن أحمد ودكتور محسن القوسي ودكتور عبد الإيد النحاس. وقفنا لما مجموعة عيانين كانوا حوالي 44 عيان لما دخلوا في ستيج 4 سي كي دي وقفنا الراس هم كانوا ماشيين على راس بلوكرز وقفناهم هنلاقي ان حصل سيجنيفيكانت امبروفمنت في الكيدني فانكشن في 32 عيان معظم العيانين ويمكن طلعوا من من من, من ستيج 4 ورجعوا لستيج 3 بعدوا عن رينال ريبليسمنت ثيرابي. 8 كانوا زي ما هم ويمكن 4 حصل كملوا الباثوي بتاعهم لتحت. فاحنا بالنظر للكيدني فانكشن انا الواضح كده ان لو وقفت في العيانين دي الراس بلوكرز في العيانين دول الفئه دي من العيانين ده هيبعدني عن غينا للبليسمنت ثيرابي. يعني نمره واحد بالنظر للبروتينوريا انا مش مستني فايده جامده على البروتينوريا وامباكت عالي على البروتينوريا في العيانين اللي عندهم ادفانسد سي كي دي وبالتالي فيعني يمكن الهازارد هنا اكتر من البنفيت. بالنسبه للكارديوفاسكولار ديزيز انا كوني ابعد شويه عن رينال ريبليسمنت ثيرابي بالكارديوفاسكولار بيردن اللي بيحطه على العيان ممكن ده يديني النت بنفيت في الاخر فنوع ابارنت هارم. ده كان نتائج الاستدي هنا. بعدها في 2017 دي كانت ريتروسبكتيف ستدي بصينا على العيانين برضو ادفانسد سي كي دي تحت جي اف ار 30 اللي كملوا على استخدام راس بلوكرز ولا اللي ما كملوش. لقينا ان اللي كملوا على الاندستيج رينال ديزيز كاميلاتيف سرفايفل هنا لقينا ان اللي ما استخدموهاش احسن. يعني اللي كملوا على راس بلوكر بسرعه دخلوا في اندستيج رينال ديزيز ونسبتهم كانت اعلى. النتيجه اللي فاتت اتدعمت اكتر بالاستادي دي هنا سيجنيفيكانتلي ليس ايفنس اوف اندستيج رينال ديزيز لما نوقف الراس بلوكرز ولكن الكلام ده ما جاش على حساب زياده في المورتاليتي. المورتاليتي كانت بالنسبه استكملنا ولا ما كملناش مش فارقه لنفس نتائج الدراسه اللي فاتت بس دي ريتروسبكتيف ستادي. لسه من 3 اشهر اتنشرت الدراسه دي عشان نبص بقى على المورتاليتي في العيانين دول اللي في هم ادفانسد سي كي دي ووقفوا الراس بلوكرز. بصوا حضراتكم على الكيرفز هنا هنلاقي ان الكيرفين اللي في الاول الراس سيستم بلوكرز استخدامهم المستمر كان معاه significant improvement in survival. يعني بصوا الكيرفين الاستمرار في الاستخدام احسن وده ما جاش على حساب زياده الريسك اوف اند ستيج. دول تو كيرفز اللي تحت ان ما كانش فيه significant increase in the risk of end stage renal disease. امال ايه اللي زود المورتاليتي؟ كارديوفاسكولار ريسك. وبالتالي الدراسه دي جابت لنا الريزلتس بتاعتها كانت كونتراديكتوري شويه وزودت لنا دي there will be or there is high risk of mortality من major adverse cardiovascular endpoints مع توقيف او discontinuation of ACE or ARB بعد ما الاي جي اف ار نزل عن 30 وما كانش معاه زياده في الريسك اوف اند ستيج كيدني ديزيز. طب احنا الكونتراديكشن ده نحله ازاي؟ individualization بقى حسب العيان لحين ما يبقى عندنا دي برضه اجين الاستدي دي كانت ريتروسبكتيف لحين ما يبقى عندنا randomized trial to inform the clinical practice وguidelines واضحه to inform the clinical practice بتاعتنا. الدراسه دي اسمها ستوب ايس انهبيتور ترايل دي راندومايز كنترول ترايل انتهى البيشنت ريكروتمنت في 2018 والمتابعه بتبقى لحد 3 سنين فاحنا اويتنج ريزلتس بتاعتها المفروض خلال سنه مثلا يبقى الريزلتس بتاعتها تبقى افيلبل. احنا كان في جه فتره من الوقت بعد ما شفنا ان استخدام الاي سي انهبيتور والاي ار بي في البروتينويك سي كي دي كان ليه سيجنيفيكانت امبروفمنت في الاوتكم في رينال اوتكم يعني فالفكره كانت طب ما احنا نستخدم الاثنين مع بعض ونماكسمايز البنفيت ونماكسمايز الريدكشن ان رينال هايبر فلتريشن. الحقيقه ان كانت بعد الاون تارجت ما لقينا ان في ريسك اعلى. الدراسه دي كانت يمكن المسمار الاخير في نعش الفكره.
الدراسه اللي اسمها فانيفرون دي ترايل، وفانيفرون دي ترايل انتهت قبل اوانها، انتهت بدري، لان احنا اتصدمنا بان في هاي ريت اوف اكيوت كيدني انجري اند هايبركاليميا في المجموعه اللي خدوا لوزارتان مع ليزينوبريل فيرسس اللوزارتان مع بلاسيبو، اللوزارتان لوحده. وبالتالي انا ما كانش عندنا، هو الموضوع اتضح بقى ان هو مش يعني مش ضربه معلم واحنا هنضرب بالاثنين، لا اتضح ان هو موضوع مش مفيد كلينيكالي، ما كانش في بنفيت، انما في high risk of adverse events. علشان تصمب كلامنا على الراس بلوكج اعتمادا على الايفيدنس اللي فات، يمكن كاديجو جايد لاينز معانا من 2012 قدمت شويه الانتي بروتينويك تشويس الايش انهبيتورز او الاي ار بيز، والنوشن اللي تخدم موضوعنا هنا، احنا في العيان باختصار العيان الديابيتك انا بستخدم الراس بلوكرز سواء كان اي 2 او اي 3 مايكرو البومينوريك او ماكرو البومينوريك من اول بروتينوريا 30 ملي في ال 24 ساعه، بالذات لو العيانين ده هايبرتنسيف بتبقى الايس انهبيتور والاي ار بي ده بتبقى الفيرست اوف تشويس انتي هايبرتنسيف ايجنت. انما في النون دايابيتك انا بستخدمها في الماكرو البومينوريك بصراحه فوق ال 300 لو العيان لو العيان فوق ال 300 بصفه عامه كانتي بروتينويك، ولو العيان هايبرتنسيف يعني من 30 ل 300 بيبقى ليها اولويه شويه على بقيه الانتي هايبرتنسيف ميديكيشنز. اخر سيكتور في موضوعنا على الاس جي ال تي 2 انهبيتورز، الدكتور محمد هو يعني وفر عليا كلام كتير ووضح لنا الاس جي ال تي 2 انهبيتورز بشكل الامباكت بتاعها على الكلى بشكل اليجنت وواضح. يمكن هلخص الكونكلوجن بتاع الديفرنت ستاديز اللي تاكلد النقطه دي في الايتمز دي، ان كان الدراسات اللي اشتغلت عليها لقت ان في سيجنيفيكانت ريدكشن في كل رينال ان بوينت، سيجنيفيكانت ريدكشن في ريت اوف جي اف ار ديكلاين، سيجنيفيكانت ريدكشن ده بالنسبه للكيدني فانكشن، سيجنيفيكانت ريدكشن في نيو اونست البومينوريا اند ذا ريت اوف البومينوريا رايز. الكلام ده ما كانش على حساب سيجنيفيكانت انكريز ان ذا ريسك اوف اكيوت كيدني انجري. كباثوفيسيولوجي احنا فسرنا قبل كده في الاول خالص ليه مفيش ريسك اوف رايزن ان اي كي اي، المجموعه دي ما بتشتغلش بشكل دايركت على الارتيريال تون انما بتصلح باثولوجي وبتريستور فيسيولوجي. ايفيدنس اوف فور انتي بروتينويك اند رينو بروتكتيف افكت بدات بقى من الامباريك ستادي اللي في 2016، دي كانت كارديو فاسكولار اوتكم ترايل بوست هوك اناليسيس، احنا شفنا الكلام ده مع دكتور محمد بشكل واضح. انا بس احب انفورس او اركز على الجراف ده، الجراف ده مميز جدا للمجموعه دي من الادويه. اتفقنا للاس جي ال تي 2 انهبيتور بيبقى معاه انيشيال اي جي اف ار ديب، يعني في الاول الاي جي اف ار بيقل مقارنة بالبلاسيبو، وبعدين بيحصل إيكواليزيشن عند من سنة لسنتين كده، يعني احنا وبعدين الدب النقص ده بيبقى في حدود غالبا كده من 2 ل 5 ملي في الاي جي اف ار، مش حاجة فظيعة ده في معظم الحالات. عند من سنة لسنتين الاثنين بيبقوا زي بعض، بس ده بينعكس لونج تيرم على سيجنيفيكانت ريدكشن ان ذا ريت اوف جي اف ار ديكلاين في العيانين دول. بعدها بسنه في 2017 البوست هوك اناليسيس على الالبومينوريا كان في سيجنيفيكانت ريدكشن في النيو البومينوريا اند على كل المستويات النورم والمايكرو والماكرو البومينوريك، سيجنيفيكانت ريدكشن في البروجريشن اوف ذا البومينوريا ستيت. الكانك الفلوزين الكانفاس بروجرام في 2017-2018 طلعت الاثنين ستاديز كانفاس وكانفاس ار برضو نفس الريزلتس موجوده. يمكن هنا بس هايلايت ان شوفوا حضراتكم الهازارد ريشيو كان 53%، يعني 47% ريسك ريدكشن، تقريبا دبل ريسك ريدكشن مع الريس بلوكج لو تفتكروا الرينال ستادي والايدنت ستاديز اللي كانت اتكلمنا عليهم قبل كده. كان جليفلوزين اللي هو الجراف الازرق فيرسس البلاسيبو اللي هو الجراف الاحمر هنا. سيجنيفيكانت اجين سيجنيفيكانت ريدكشن ان بروتينوريا 2019 السنه اللي فاتت طلعوا اثنين ستاديز دابك لفلوزن على الدابك لفلوزن الديكلير تيمي 58 ترايل برضو اجين سيميلر فايندنجز. ويمكن الظريف هنا ان نفس الهازارد ريشيو 53% بتاعت الكانفاس بروجرام، ده معناه ان الرينو بروتكتيف افكت بتاع المجموعه دي من الادويه ده كونسيستنت من دول الثاني، ده كلاس افكت.
المجموعه دي شملت عيانين لما عملنا استراتيفيكيشن اللي هم الديكلير تيم ستادي، شملت عيانين لما نعمل استراتيفيكيشن ليهم حسب الاي جي اف ار اللي فوق 90 لونج تيرم في كيدني بنفيت، اللي من 60 ل 90 ملي لونج تيرم نفس الكلام، يمكن حتى تحت ال 60 لونج تيرم في بنفيت. وخدوا بالكم من شكل الجراف اجين، ايرلي ديب نورماليزيشن او ايكوالايزيشن اند ذن لونج تيرم بنفيت. اخيرا الدراسه اللي هي كريدنس ستادي، دي اول ستاديز اللي فاتت كله كان بيتكلم على كارديوفاسكولار وبعدين بوست هوك يتكلم على الكلى. دي اول دراسه كان برايمري اوتكم بتاعها كلى في عيانين تايب 2 دايابيتس وسي كي دي. الدراسه دي يمكن كان فيها انكلوجن كريتيريون مهمه هتفتح لنا سؤال بعد كده، ان كل العيانين اللي داخلين كانوا على ستيبل دوز اوف اس انهيبيتور او اي ار بي لمده على الاقل 4 اسابيع. بقى اوبتمايز ذا كير فيرست يوزنج راس بلوكج اند ذن اد اون ذس اس جي ال تي 2 انهيبيتور. وكان أجين نفس منظر الكيرفز برضو قريبة هنا الهازارد ريشيو يمكن أقل شوية، ده بالنسبة للبرايمري كومبوزيت أوتكم إنكلودينج أوفر أول مورتاليتي، إنما رينال سبيسيفيك أوتكم كان 66% هازارد ريشيو، يعني قلل الريسك 34% مقارنة بالبلاسيبو باستخدام الكانج الفلوزين في العيانين الدايابيتكس دول. يورينري ألبومين تو كريات ريشيو سيجنيفيكانت ريدكشن، أجين منظر الجراف ده منظر كونسيستنت كل الدراسات. هنا هنتنقل لسؤال على او النقطه اللي دايما بتشغل بالنا، الريسك اوف اي كي اي في الدراسات اللي فاتت، وايه الرول اوف انيشال جي اف ار ديب بالنسبه او انعكاسه على الريت اوف اوكرنس اوف اي كي اي اكيوت كيدني انجري. ما كانش في ايفيدنس، يمكن دي جداول الادفيرس ايفنتس في الامباريج والكانفاس والكريدنس، ما كانش في الديفرنس ما بين البلاسيبو او الانترفنشنال ارم ان ذا انسيدنس اوف اكيوت كيدني انجري او اكيوت رينال فيلير او هايبركاليميا. Even الجراف ده من الامباريك ستادي، الريت اوف اكيوت كيدني انجري اوكرانس كان نيوميريكالي اعلى مع البلاسيبو من الامباك الفلوزي. في الايرا اديتا كونفرنس اللي فات كان من كام يوم، يمكن ده بوست هوك اناليسيز على الامباريك ستادي بعنوان كيدني امبليكيشنز اوف ذا انيشال اي جي اف ار، يبقى انعكاس الانيشال اي جي اف ار ديب على اللونج تيرم اوتكمز وعلى اكيوت كيدني انجري كان تاكلد في الدراسه دي اللي مستنيين بقى نتائجها التفصيليه. كان انيشال جي اف ار ديب لما بيبقى within 10%، لو عدى 10% decline في الجي اف ار ده تقريبا كده في من ربع لثلث العيانين، انما نادر قوي لما يعدي 30% نادر. وبغض النظر عن مقدار وعمق الاي جي اف ار ديب الاولاني اللي بيبقى فيه improvement للlong term kidney outcomes او الكيدني outcomes in general، بغض النظر عن الاي جي اف ار ديب ما اثرش اطلاقا على الاوتكمز. طيب هل الرينال كرايتيريا بتاعت العيانين وهم داخلين الدراسه الاوتكم بتاعهم، بمعنى البيز لاين اي جي اف ار اثر ولا لا، البيز لاين البومين ليفل اثر ولا لا؟ هنا انا هعتمد على سيستماتيك ريفيو اند ميتا اناليسيس السنه اللي فاتت في اللانسن دايابيتس اندوكرينولوجي. باختصار ما كانش فيه اختلاف، يمكن هو كل الليفلز اوف الجي اف ار او كيدني فانكشن قبل الترايل من اول فوق 90 من 60 ل 90 لحد تحت 45 بنفيتد من الرينو بروتكتيف افكت اوف ذس كلاس اوف دراجز، يمكن كان واضح اكتر شويه مع الجي اف ار الاعلى. طيب البيز لاين البومينوريا ما كانش ليه علاقه، احنا في الراس بلوكج قلنا ان النورمو البومينوريك ما بيستفيدوش قوي من الرينو بروتكتيف افكت بتاع الراس بلوكج وما بيبقالوش افضليه على بقيه الانتي هايبرتنسيفز كيدني وايز. هنا لا، ده حتى لما كان الالبومين كريات الريشيو تحت 30 كان في لونج تيرم بنفيت على اونست البومينوريا. اخيرا الاستخدام او رينو بروتكتيف افكت اوف اس جي ال تي 2 انهيبيتورز كان بيعتمد على وجود راس بلوكج في الدراسات اللي سبقت، يعني الكذا دراسه اللي في الاول لقوا ان الرينو بروتكتيف افكت اكتر في العيانين اللي اوريدي على راس بلوكج. ده اللي خلى الكريدنس ستادي كل عيانينها كانوا بياخدوا راس بلوكر. يبقى احنا في الكلينيكال براكتس بتاعتنا يستحسن ان العيان اللي عايز اديله اس جي ال تي 2 فور ذا ايم اوف كيدني بروتكشن يكون محطوط على راس بلوكر الاول باوبتيمم دوز وبعدين ناد اون اس جي ال تي 2 عليه.
اخيرا what about the non-diabetic, كل الكلام اللي فات على الديابيتك كيدني ديزيز, دكتور محمد ورانا البروتوكول بتاع الدابسي كيدي. هم عموما في اثنين دراستين بيشتغلوا امباكليفلوزين امباثي دابكيدني دابكليفلوزين وهكذا. الدابسي كيدي الدراسه دي في شهر 3 اللي فات اعلن انها اتقفلت بدري بسبب overwhelming efficacy, ولا زلنا منتظرين نشوف الافيكاسي دي في شكل findings in a manuscript او in an article. We are awaiting the results. انا يمكن السلايد ده زودته خلال الدسكشن اللي بعد محاضره الدكتور محمد على السيك داي رولز. دي الادويه اللي هي سادمان, ده المنيومونيك اللي بتلخص لنا الادويه اللي بنوقفها ان السيك داي, بيبقى على راسهم الاس جي ال تي 2 انهبيتورز عشان خايفين من الهيبوغلايسيميك دي كي دي مع وجود ريسك اوف اي كي اي في الديهايدريشن, ولو العام بياخد ديوريتكس الاس انهبيتورز والاي ار بيز بيبقى في ريسك عالي شويه لحدوث اي كي اي في العيان اللي ان سيك داي وعرضه لحدوث ديهايدريشن. انا بشكر حضراتكم على استضافتي وبشكركم على الانتباه معايا النهارده. الف شكر دكتور علي, طبعا محاضره ممتازه جدا, وموضوع موضوع الهايبر فلتريشن ده موضوع فيري ديفيكلت, فيري فيري ديفيكلت, لانه يعني حتى في الاكاديميك بونس اوف فيو ساعات ما انا دلوقتي لو عندي كرونيك كيدني ديزيز بيشنت الجي اف ار مش نورمال, هل معناه انه ما عندوش هايبر فلتريشن لما الاقي الجي اف ار 45؟ لا, ده ممكن يبقى فيه هايبر فلتريشن. علشان كده استخدام البروتونوريا في النهايه هيبقى جود يعني بالانس للديسيجن ميكنج, لانه انا مش هقيس السنجل نفرون جي اف ار بكومبليكيتد تكنيك اللي بيعتمد على بايوبسي وعلى نفرون ماس وعلى سي تي وكلام زي كده. فبالتالي وجود البروتونوريا فعلا بتخليني ابقى مطمئن, او يعني بقول ان في هايبر فلتريشن بدليل البروتونوريا موجوده, فبالتالي بنستخدم الادويه اللي حضرتك ذكرتها دي. طبعا عرض رائع وتقريبا ما سبتش حاجه ما قلتهاش. يمكن الادويه مع الصوديوم جلوكوز كوترانسبورتر 2 انهبيتورز في ستاديز اتنشرت على ان البينيفيشال افكت اوف اس جي ال 2 انهبيتورز ما بيقلش باستخدام النون سترويدال ولا دايوريتكس ولا اس ولا ارب ولا كلام من ده. لكن انا شخصيا بتحفظ على اللوب دايوريتكس, لان اللوب دايوريتك بيشتغل فوق على اللوب. يمكن السازايد ما دازنت انترفير مع الصوديوم جلوكوز كوترانسبورتر 2 انهبيتورز. انا مبسوط. يمكن الكلاس الوحيده اللي انت طنشتها ما قلتهاش اللي هو الجليب 1 ريسبتور اجونست, لكن هي مش بنفس قوه الصوديوم جلوكوز كوترانسبورتر 2 انهبيتور في المانجمنت اوف هايبر فلتريشن, لكن لها بعض الدور. الدي بي 4 انهبيتورز انا من الناس اللي بتشكك اذا كان لها اي دور في المانجمنت اوف هايبر فلتريشن, لان النتريسيس بتاعها على الديستال كونفيوت تيوب ملوش دعوه بالبروكسيمال كونفيوت تيوب. يمكن بره الاندابيتك دراجز بيجي دور اللي ده رخيص جدا احنا بنهمله, والترايلز والستاديز حتى الرينال ويك السنه اللي فاتت وضحوا في ميتا اناليس او في ستادي كبيره او لسه راندوماس كنترول ترايل شغال على البنتوكسيفيلين اللي هو ترينتال, له ميكانيزمز مختلفه كتيره جدا ولو انتي بروتونوريك افكت اقدر استخدمه. يعني انا الصوديوم جلوكوز كوترانسبورتر 2 انهبيتور لغايه النهارده ما عنديش ايفيدنس تحت 30 مللي بير مينيت اقدر استخدمه, لكن الترينتال ده ممكن يستخدم داون تو 15 مللي بير مينيت وممكن يبقى له كومبايند انتي بروتونوريك افكت ودواء رخيص. ما اعرفش تعليقك ايه على الترينتال, وبعدين طبعا هناخد تعليقات من الساده اللي معانا في الويبينار. دكتور علي اتفضل. هو طبعا الترينتال احنا اويتنج الريزلتس اوف ذا كلينيكال ستاديز, وانا ام نوت اوير بالاكزاكت ميكانيزم اوف اكشن اللي بيها بيميديت ريدكشن ان هو انتي انفلاماتوري وانتي اوكسيدنت, يعني في كوكتيل من الميكانيزم. في مقاله كان جاب الميكانيستك رياكشن وهو ده رخيص ومتاح, ف ويمكن ده يبقى ادد افكت يعني الواحد يضيفه, لان انا بعد ما مدي اس انهبيتور وادي صوديوم جلوكوز كوترانسبورتر 2 انهبيتورز ومفيش انتي بروتونيك افكت واضح, ممكن اضيف الترينتال. مش قادر استخدم الصوديوم جلوكوز كوترانسبورتر 2 انهبيتور عشان الجي اف ار مضروب, او ممكن استخدم دواء زي ده لان ممكن اقدر استخدمه داون ل 15 مللي بير مينيت. انا مش عاوز اطول في الكومنتري بتاعي, هدي للدكتور فيصل شاهين التعليق, ثم الدكتور محمد نصر الله, ثم هناخد بعض الاسئله اللي كانت متبقيه, او اللي عاوز يسال طبعا مرحب باي اسئله من الساده الزملاء.
يعني يمكن بس في نقطة أحب أعلق عليها دكتور حسين، أو أحب ألفت نظر الزملاء ليها، إن إحنا في العيانين الديابيتك أب تو ناو إحنا ما عندناش كلينيكال تول في العيادة إن أنا أشخص الهايبر فلتريشن ستيج، أبارت من إن الكدني سايز بتبقى كبيرة شوية. الإي جي إف آر مش هيشخص لنا ما هو النقطة دي اللي أنا ميجرد ده النقطة دي أنا قلتها في الأول. حتى لو عملت ميجرد جي إف آر بأيستوب كليرنس وطلع لك 50 ملي بير مينيت، هتقول ده الجي اف ار قليل. هل قليل؟ انا اقصد حتى الديابيتك كيدني ديزيز اللي هو الديابيتك نفروباثي الكلاسيك في المرحله الاولانيه بتاعته قبل ما يديفلوب او مع بدايه الديابيتك. تمام مظبوط لما الجي اف ار فوق 135 ما عندناش طول مشخصه الا مش جي اف ار، وده مش بنعمله روتين. صح، يمكن بنلاقي الكيدني سايز كبيره شويه في السونار ولا حاجه. بس انا بتفق معاك، لان ساعات بنلاقي الجي اف ار عالي قوي انكسبليند، ونشوف الجلايسيميا نقوم نكتشف ان العيان دايابيتك وما كانش دياجنوز. معاك حق في النقطه دي، لكن انا ويز استابليشمنت اوف كرونيك كيدني ديزيز ساعات الهايبر فلتريشن ده لا يمكن تشخيصه، لان الجي اف ار مضروب اصلا. فساعتها الاونلي تول، ودي اكاديميك، ان انا اقيس بالسنجل نيفرون جي اف ار. السنجل نيفرون جي اف ار يعني اخد كيدني بايوبسي واعمل سي تي واشوف التوتال جي اف ار طالع بالايستوب سكان واقسمه على عدد النيفرون يطلع لي الجي اف ار بتاع النيفرون الواحد المفروض له نورمال فاليو. لما الاقي ان الفاليو بتاعته عاليه معناها ان السنجل فانكشن نيفرون هايبر فلتريتد. طبعا ما حدش هيعمل الكلام ده. خلينا نبص على البروتينوريا والكلام الجميل اللي حضرتك قلته. انا دكتور فيصل، اتفضل دكتور فيصل. شكرا بروف حسين، حقيقه اي انجوي يور توك يور سيلف، يعني انت علامه زي ما يقولوا، يعني يمكن الويبينار هذا خلاك تقرا كثير. مين ده حضرتك؟ دكتور علي شندي ولا انا؟ انا مين؟ ده حضرتك دكتور حسين. يا باشا ربنا يخليك. الحقيقه يو تشوز تو ايمينت سبيكر، هم ممتازين. يعني طبعا الدكتور نصر الله طبعا خبره عميقه جدا، والدكتور علي بيمشي باقدام ثابته ان شاء الله، لا اتوقع له مستقبل باهر ان شاء الله. اتفضل بروفيسور. بالنسبه للدكتور نصر الله، الحقيقه يعني انا ات از نوت كويشن، جاست ميبي هي دينت تاتش ذا contrast inducing nephropathy with metformin. يعني he should a little bit speak about this also, because we are facing this in clinical practice and what we should do if someone is taking metformin and he's going to have CAS or some dye for any reason. انا بحاول افتح على بفتح على الدكتور نصر الله. اهوت ان ميوت يور سيلف يا دكتور نصر الله، ما اعرفش هو معاه. اتفضل. هو معاك اتفضل. النقطه دكتور فيصل بالنسبه للميتفورمين and contrast nephropathy، رايك ايه؟ اقول حاجه بس علشان انا واصل لي كده انطباع ان انا كانني كنت بقول انه ناخد ميتفورمين في كل العيانين وبدون اي، انا ما قلتش كده. لا ما وصلش كده، لا ما وصلش كده يا دكتور محمد، ما وصلش كده. ولكن هو الفكره ايه؟ الفكره بس ان هو كان في مواقف عدائيه شديده منه جدا، ولكن هو طبعا محتاج حكمه. دكتور فيصل طبعا حضرتك معاك حق، ودكتور طارق اشار للموضوع ده برضو في اخر كومنت هو قاله. طبعا ميتفورمين لما العيان يكون بياخد ميتفورمين والكرياتينين يعلى، بقلل الدوز، ودي دوز ادجستمنت ممكن توصل ل 500 ملي جرام في العيانين في دياليسيس. انا ملياش قلب استخدمه في عيانين الدياليسيس، مع انه ممكن يبقى سيف على فكره بدوز 250، بس انا عمري ما هعمل كده عن نفسي. انما دي اول حاجه. تاني حاجه، لو العيان سخن وجاله سبسس وداخل الرعايه، لو العيان ضغط وطي، لو العيان هياخد كونتراست زي ما دكتور فيصل بيقول، ما هو كل دواء يستلزم الحكمه في التعامل معاه، سواء كان ميتفورمين او دواء ضغط او حتى دواء الصداع. فكل حاجه ليها طبعا. انا معاك يا دكتور فيصل، لو عيان هياخد كونتراست او عيان ضغط وطي او عيان زي ما قلنا جاله سبسس او دخل الرعايه، لازم هنوقفه، مفيش شكي. Okay. I understand you. By the way, Dr. Nasrallah, I like metformin and I prescribe it أكثر منك يمكن. ما أنا أنت دفعت عنه، ونحن كمان إحنا الجيل القديم نحب المتفورمين لأن إحنا طلعنا معه. لا هو حضرتك قبل ما نسيب النقطة دي، ده هو دواء رائع جدا عشان الكوست. يعني إذا كان ال developing countries بنعاني من ما عندناش، يعني انا كنت مثلا من انصار ان استخدم الدي بي 4 انهيبيتورز اللي لها موديفيكيشن قبل ما تطلع الكارمينا ترايل، على اساس ان اذا كان العيان هعالجه بنص الثمن يبقى ده كويس بالموديفيكيشن، وكنت بعتبرها ميزه مش عيب في الادويه. لكن انا نفسي ان هي بقى تيستد على لارج نمبر من البيشنتس كاردوفاسكولار سيفتي، زيها زي لينا جليبتين، لان لينا جليبتين دواء
القسط بتاعه عالي جدا. النقطة الميتفورمين طبعا دواء جريد جدا ان هو مازال الامريكان دايابيتس اسوسيشن محتفظة به كفيرست لاين بعد اللايف ستايل موديفيكيشن في تريتمنت الدايابيتيك بيشنتس. وفي اوبزرفيشن ستادز كتيره ولا ورت انه ممكن يبقى له نفرو بروتكتيف افكت وكاردو بروتكتيف افكت ده بيوند داوت. وكان الدكتور نصر الله موفق في الجزء ده. احنا بس كنا بنعمل بعض تيونينج علشان الناس تبقى الرؤيه كامله عندها. ما يخص الكونتراست يا دكتور فيصل في رايين، لو هتعمل كورونا انجو شود بي ديسكونتينيود، لان الكورونا انجو ده انترا ارتيريال كونتراست ده هاي ريسك، ما فيش فصال، وحتى بيبداوا بجي اف ار اعلى شويه من الانترافينوس كونتراست، فهوقفه ويرجع يومين بعد ما عيد الكرياتينين بعد الكونتراست، على اساس ان لو حصل اكوت كيدني انجري اسوسييتد مع الكونتراست ساعتها ايه اتجنب اللاكتيك اسيدوزس والكلام ده لو العيان واخد ميتفورمين. وفي بعض الدراسات القديمه طلعت الميتفورمين اندبندنت ريسك فاكتور للكونتراست نيفروباث. الجماعه بتوع الراديولوجي سوسايتي في الناس السي تي كونتراست مختلفين، بيقول لك ما توقفوش، لانه انت لو وقفته في السي تي عشان هو ياخد هيعمل سي تي كونتراست، والعيان بعد كده ممكن المانجمنت اوف دايابيتيك ستيت يتلخبط بسبب الادرنس بتاعه. لكن احنا بنعمل الكرياتينين نورمال والعيان هيعمل سي تي كونتراست، الواحد برضه بيخاف. لكن زي ما قلت لحضرتك الراديولوجي جايد لاينز كاتبين ان احنا حتى ممكن ما نوقفوش في السيتوشن ده، لكن عيان هيعمل كورونري انجيو ده فيري هاي ريسك فور كونتراست نيفروباثي شود بي ديسكونتينيود، ويرجع بعد 48 ساعه ما نتاكد ان الكرياتين معلش. اوكي النقطه الثانيه فيري ميبي سمبل، انه ميبي دكتور احمد دكتور علي ما تكلم هي دين توك اباوت انسولين بلس اورال هايبوغليسيميك. This is the trend which is there. Maybe he missed it or I didn't get it. I don't know. Because there is still you can use oral hypoglycemic plus insulin as well. دكتور علي السلام عليكم، يا مرحب بحضرتك منورنا. طبعا انا يمكن الفوكس كانت بشكل اساسي على الهايبر فلتريشن والميديكيشنز اللي بتاكل الهايبر فلتريشن، فانا حتى كان بشكل اساسي هم دول التو جروبز اللي انا قصدهم في الستدي او في المحاضره. ويمكن حتى هنا في السلايد ده انا قلت ان even correction of hyperglycemia itself بيقلل الافرنت arteriolar vasodilatation وبالى حد ما ممكن يساهم في تصليح الجلوميرولار هايبرفلتريشن. وعدت عليها عشان انا سبت الانتي دايابيتكس كان الدكتور محمد افاض في بس هو بس بتاكيدا لكلامك برضو دكتور علي، انا في الهايبر فلتريشن والعيان في الايرلي ستيج، لان الهايبر فلتريشن زي ما انت قلت كده انا ببقى تاكلت في الايرلي ستيجز في دايابيتس كمان، انا صعب ان الواحد يبدا بانسولين حتى كومباين مع الاورا هايبوغليسيميا، ومشكوك في امر الانسولين اذا كان هيحسن الكيدني اوت كام ولا لا، يعني الا من خلال انتنسيف جلايسيميك كنترول. ويمكن اسمع راي الدكتور نصر الله في النقطه دي. دكتور نصر الله دكتور حسين معايا. الانسولين هل انت شايف الانسولين ممكن يبقى مفيد في الايرلي ستيجز of diabetic ولا ده يبقى كوشس تماما؟ انا بتهيألي يبقى كوشس او في الاول. السؤال ايه استخدام الانسولين في العيانين اللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز اللي عندهم هايبر على... لا 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 اللي عندهم هايبر فلتريشن. العيانين عندهم هايبر فلتريشن هي المشكله، بس ان الانسولين مشكلته انه ممكن الهايبر فلتريشن يزيد معاه ثيوريتيكلي فروم ا ثيوريتيكال بوينت اوف فيو، لانه بيزود الصوديوم والصوت اند ووتر ريتينشن. Do we have studies clearly saying this ولا ده مجرد يعني بس كلام نظري انا بقوله دكتور علي؟ لا مش نظري، مش نظري يا دكتور محمد. انا لما رجعت كل الادويه على ما يبدو برضو ان الكلام ده مظبوط، ان هو الانسولين مش مكتوب بقوه كنيفرو بروتكتيف ايجنت، واذا كان له بعض النيفرو بروتكشن هو من خلال تظبيط السكر سيكندري اند بوينت. السلفلايوريا بالمناسبه هو الدراج الوحيد اللي مالوش اي نيفرو بروتكشن، فيطلع بره بقى خالص يعني موضوع النفر بروتكشن ولا كاردو بروتكشن. الكرياتينين يوريا بس يا دكتور حسين سعر احنا مش قادرين نستغنى عنه بسبب سعره والافيكاسي بتاعته، يعني انت ما انت عارف انت العيان بتاع الكلى بتدي له نص قرص دايمايكرو من 30 بتلاقي سكره اللي كان له 400 بقى 15 يعني. لا ما هو انا عندي هو بيعمل جلايسيميك افكتيف فيري تشيب تمام، هي مشكلته البارادوكس اللي بيحصل زياده الوزن كمان معاه بتقلل. طبعا لا هي ادويه مؤذيه، هي ادويه مؤذيه. دكتور فيصل معلش قطعنا كلامك بس لا يعني
ناخدها فرصه للدسكشن. I enjoy معليك يعني sorry it is only one simple comment about hyperfiltration in the donor with pre-diabetic maybe it is worth to mention something about it. طبعا طبعا لو الدكتور نصر الله او الدكتور علي عاوز الدكتور نصر الله بما انه شغال في ترانسبلانتيشن تحب تعلق على النقطه دي؟ هو مفيش لسه ستاديز كافيه يعني it makes a lot of sense على فكره دكتور فيصل طبعا كلام تمام وبيجي في بالنا كتير الحقيقه بس هي الفكره انه مفيش ستاديز كافيه وانت بتبقى خايف في عيان الزرع بس من الريسك بتاع اليورينري تراكت انفكشن فيمكن هي دي المشكله انما الحقيقه if it is proven to be safe وانه ما بيزودش اليورينري تراكت انفكشن والفنجل انفكشن في عيانين الزرع اعتقد هنستخدمه في اغلب العيانين حتى لو ما عندهمش سكر. انت بتتكلم عن ايه يا دكتور محمد دلوقتي؟ انا بتكلم على عيانين الزرع اللي لا 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 هو لا مش الزرع لا مش الزرع هو دكتور فيصل بيسال على الدونر الهايبر فلتريشن انا خدت منه كليه الدونر هو حضرتك فعلا ما فيش استاذ بشكل كافي لكن هو من الناحيه المنطقيه بعد ما اخد كلى كامله الدونر انا موافق انا بس كنت بقى معلش بتكلم على الريسيبيان انا حسيت انه بيتكلم على الريسيبيان انا بس عاوز اقول نقطه عاوز اقول نقطه لا واي نوت عاوز اقول دونر لا اسمح لي بس اقول نقطه هنا اجابه للدكتور فيصل انا ما هاخد كليه انا ببقى الان يحصل وحتى ده فيسيولوجيكال بيحصل هايبر فلتريشن بحيث الكدني اللي فاضله للدونر تقوم تزيد فتأدي 75% من التوتال نفرون اللي كان عليه البيشنت قبل كده بس ده هايبر فلتريشن بشكل كبير جدا من الاوبزرفيشن انه يبقى ستاتيك وحميد لكن ما نضمنش اذا عملنا دبل هيت يعني الدونر بقى اوبيس وعشان كده احنا لازم نثقف الدونر نوت تو جين ويت بقى اوبيس ودايابيتيك يبقى ده تريبل هيت لكن ما فيش ما اعتقدش ان حد هيقعد يعمل دراسات كبيره في القصه دي لكن احنا جانب علينا يعني احنا هنا عندنا في المركز عملنا استدي ونشرناها على البوست دونيشن دايابيتس ده في الدونر كان من الريسك فاكتور ديفلوبمنت دايابيتس السيجنيفيكانت هو الجين ويت افتر كيدني دونيشن فاحنا لابد نحطها في الحسبان لانها ممكن تعمل هايبر فلتريشن انجري لواحد اصلا مش شال منه كدني فطبعا ميك سنس انا فعلا دكتور حسين الهايبر فلتريشن في الريسيبيانت ما بينطبقش عليه ان اللي هو انه ده الريسيبيانت تبقى كومبايند مع دراجز بتشتغل على الكدني وبعدين بروجريسيف كدني ديزيز ما هوش الدنيا زي ما حضرتك قلت بالظبط هي حاجه حميده ده بيبقى جينو فانكشن ملوش ديليتيريوس افكت جميل. ومش ادفوكيتنج ان احنا سيستماتيكالي كده نستخدم راس بلوكر او اس جي ال تي 2 في العيانين دول الا لو في سيرجت انديكيتور على كدني دامج هو مازال بالنسبه للتشويس اوف سوديوم جلوكوز كوترانسبورتر 2 انهبيتور بوست ترانسبلانتيشن في ريسيبيانت بقى مازالت ليميتد لاستادز قليله يعني استادز كلها 10 عيانين 20 عيان 30 عيان وكلها بنفيشال لكن الناس ما تشجعتش قوي لسه في البوست ترانسبلانت دايابيتس مانجمنت لاستخدام الصوديوم جلوكوز بشكل كافي لكن من ناحيه ثيوريتيكال انا مش ضدها ناخد اسئله بقى من الاودينس عشان الدكتور نصر الله نستفيد من وجوده الدكتور رياض سعيد معانا ما اعرفش حضر من امتى دكتور رياض مساء الخير منور يا باشا اتفضل انا معاكم من بدايه المحاضرات يا باشا ده والله يعني. الله يخليك اول شيء شكرا جزيلا على المحاضرتين القيمات زميلنا الدكتور محمد نصر الله والدكتور علي ابدعوا بصراحه سؤالي المحدد كان انا نفس السؤال اللي ساله الدكتور فيصل ومحدش جاوبه بصراحه what about the kidney hyperfiltration in the kidney donor that was really my main question I was writing it but fortunately دكتور فيصل also raised the same issue. Are we الهايبرفلتريشن موجود في بعد الدونيشن لكن ملاحظة الدونر at large بمئات الألوف قالوا إن ده stable وإن ده حتى السيكل أفضل كده الدونيشن stable فما نضيفش عليه عبء آخر من الأوبيسيتي ومن الدايابيتس لأنه ده هيبقى تريبل هيت تزود مشاكل الهايبرفلتريشن وتنقله من الستيبل ستيت إلى unstable state وبروجريسيف after kidney I agree with you but really there are several cases
in the literature and experience also, donor kidney donors, they developed end-stage kidney disease and they were transplanted. So we are not going to hide really ourselves and say it doesn't happen. It's not benign. It can occur, but that depends on how aggressive you are in selecting your donor, that's one thing, and how keen you are really scrutinizing the management of the donor before selecting him. That's why I'd like to stress this point. You touched a very critical point, and here we stress nowadays on the يعني الكالكوليترز اللي بنتوقع الاند ستيج افتر كيدني دونيشن. ما عندناش بنقول له الدونر في الايرلي ستيجز يعني هو جاي يتبرع, لا يمكن نقول له it is 100% safe. بنقول له ان في نسبه كذا وان في الابسولوت ريليتيف ريسك والابسولوت ريسك ريدكشن او الابسولوت ريسك ديفلوبمنت اوف اند ستيج از مينيمال فيري مينيمال, حتى والريليتيف ريسك عالي شويه يبقى خادع. لكن كل ما يكون الدونر زي ما حضرتك قلت متنقي كويس سيلكتد بروبر ما فيش فيه اذر ريسك فاكتور تزود مشاكل الاند ستيج, بيبقى الاند ستيج افتر كيدني دونيشن فيري ليميتد. احنا نفسنا نشرنا من تقريبا من 7-8 سنين او اكتر شويه مقاله على 2000 دونر كان عندنا 8 منهم اند ستيج واتعمل لهم رينال ريبليسمنت ثيرابي افتر كيدني دونيشن. فايت از ا ريل ريسك, لكن لما بناخده ريليتيف ريسك ممكن نلاقي عالي سنه ملحوظه, لكن ما بناخده بالابسولوت ريسك ات از فيري مينيمال اذا كنا بنتبع الوسائل اللي طبعا الامنه السيف. And we shouldn't slaughter or slaughter the donor for the sake of recipient at all. ولو في ريسك المفروض نوضحه. وكل سنتر بيحط حضرتك بيحط لنفسه. لو الريسك أنا حسبته وطلع exceeding, افرض مثلا أنا بعتنق ريسك لغاية 3%. يعني 97% ما فيش. فوق 3% I shouldn't agree. لو الريسك أنا شايفه 50% يخش في end stage, ده مش ما ينفعش يبقى donor. فكل سنتر كل سنتر بقى له كات اوف على حسب الكالكوليترز اللي هي تو بريدكت الاند ستيج افتر كيدني دونيشن. ات از نوت بيرفكت, لكنها بتهلب اس ان ذا ديسيجن ميكنج بروسيس وتبقى مقنعه, لان بتقول له الدونر دي الكالكوليتر موجوده اهي واحسبها انت, وبتبقى القصه هو يقتنع, لان ساعات بيبقى جاي انسيستنج فور كيدني دونيشن, واحنا نيفر دو هارم فور اني بيرسون. تمام, هو دكتور رياض حضرتك معاك حق طبعا في قلقك على الدونر والهايبر فلتريشن, واحنا لانه ممكن يحصل لهم مشاكل زي ما دكتور فيصل قال ودكتور حسين, ومعاك حق جدا it makes a lot of sense انه using a drug that will reduce the hyper filtration زي الاي تي انهبيتر او انجستانسون ريسبتور بلوكر او اس جي ال تي 2 انهبيتر في العيانين دول might be protective, it makes a lot of sense. بس انت المشكله ان احنا ما قلناش اجابات مباشره, لانه علشان نقول اجابات مباشره ستادز لازم في ستادز قوي كتير واشوف ومين كام واحد وصل انت ستيج, وستادي زي كده عمرها ما هتتعمل غالبا للاسف يعني. لانه في اوبزرفيشن في حضرتك اوبزرفيشن طول نصر الله في اوبزرفيشن ستادز مطلع ارقام في الانالز وفي انترنال ميديسن والجامعه والكلام ده كلها اوبزرفيشن زي ما حضرتك قلت, صعب ان واحد يعمل استادي محترمه راندومايز في حاجات زي كده, لكن كلها بتؤكد السيفتي اوف كيدني دونيشن صالون جهاز الاختيار بيتم بطريقه ساينتفك. لا مش بتكلم على الدونيشن يا دكتور حسين, انا بتكلم على انه استخدم الاس جي ال تي 2 انهبيتور. لا هو ما كانش الاسئله على الاس جي ال تي 2 انهبيتور يا دكتور محمد, الاسئله كانت على هايبر فلتريشن افتر كيدني دونيشن. اوكي اوكي طيب, هل في اسئله ثانيه علشان بس الناس؟ دكتور سعيد خميس, دكتور سعيد خميس له سؤال رفع ايده. ايوه السلام عليكم دكتور سعيد, اتفضل. طبعا مش امدح الاثنين طبعا ما شاء الله عليهم اخواتي ممتازين ما شاء الله. السؤال بس يا دكتور نصر الله, احنا طبعا اللي عارف ان الوقت ضيق ومش هنقدر اي محاضره تغطي اي موضوع كاملا, يعني ما تطرقناش للديابيتيك ايمرجنسيز وبالذات لو الدي كي اي في عيان اوليجوريك وعلى دياليسيس. السؤال يبدو ديليكيت بس احيانا بنواجهه, فطبعا عاوزين ناخد الخبره بتاعت حضرتك في حاجه زي كده. انا بالتالي ممكن يبقى محاضره لوحده يا دكتور سعيد, دكتور محمد يعني هيديك كومنت صغير, لكن بالتالي ممكن نعملها محاضره دايبيتيك ايمرجنسيز ان نيفرولوجي براكتس. يعني اتفضل دكتور نصر. طيب هو طبعا احنا بنتكلم على عيان عنده تايب 1 دايابيتس وجاله دي كي اي وهو بيخسر. هي الفكره بس كلها انت في علاج الدي كي انت بتنزل السكر وتعالج الاسيدوزس بالانسولين وبتعالج الدي هايدريشن والالكترولايت امبالانس بالمحاليل. غالبا اكتر عيانين الغسيل ما بيجيبوش بول كتير,
وبالتالي موضوع انك انت تعوضه بمحاليل هو مش هيبقى لا دي هايدريتد بالديك ايه غالبا هو ما بيجيبش بول كويس وهيبقى حصل له الالكترولايت امبالانس. All you need to do is just correct the acidosis والهايبركاليميا carefully مع التريتمنت بتاعت السكر بالانسولين. انا الحقيقه وحضرتك عمال بتسال السؤال انا قاعد عمال بفكر انا امتى اخر مره شفت عيان تايب 1 دايابيتس بيغسل وجاله دي كي ايه مش فاكر بصراحه. قليله انا عارف عيان يقول ما هو ليه؟ لان الرينال فيلير بروتكتيف الى حد ما شويه للسيفير هايبرجلايسيميا والكلام ده واحنا بنعمل دياليسيس لكن وارد والكلام ده في الليتريتشر موجود. لكن اعتقد دايابيتك اميرجنسز ديت ممكن تبقى لها محاضره تانية من ناحيه الالكترولايت ديس اوردر والدي كي اي والكلام ده. الدي كي اي ده موضوع نيفرولوجي لانه ملان الالكترولايت ديستربنس نخليه لوحده. دكتور ابراهيم السيد شكرا لحضرتك يا فندم. اتفضل. والله انا بس نقطتين بخصوص اللي هو الميتفورمين. هل احنا ممكن نعمل بيز لاين سيروم لاكتيت قبل ما نبدا مثلا اللي هو الميتفورمين؟ على اساس ايه مثلا؟ يعني والله رغم الحالات زي ما حضرتك قلت رير، ولكن يعني جت لنا حاله سيفير لاكتيك اسيدوزيس بسبب اللي هو الميتفورمين وحطيناه على السي ار تي 4 ايام متواصلين. انا دكتور ابراهيم هقول بس قبل ما الدكتور محمد يجاوب، انا قريت الكلام ده انه كوشن في الناس اللي عندها سي كي دي انه يبقى كاوجمنت السيفتي ان نعمل لاكتيت براير للبريسكريبشن، لكن الدكتور نصر الله يرد على الكلام ده على النقطه دي. تمام نصر الله اتفضل. خلينا في النقطه دي يا دكتور ابراهيم وهنبدا الفكره. بس انه الفكره انه ممكن اللاكتيك اسيد يزيد من غير ما يحصل توكسيسيتي. تمام. I don't really think it has a clinical value اني اقعد اقيس اللاكتيك اسيد في العيانين، خصوصا انه it's not predictive of العيان هيحصل له ايه. اللاكتيك اسيد لما يزيد شويه هيزيد شويه لما تدي عيان سي كي دي متفورمين على فكره اللاكتيك اسيد، ولكن it's probably not going to be a problem. انا اللي عايز اسال الدكتور ابراهيم سؤال تاني، العيان اللي دخل لك ده بلاكتيك اسيدوزز وهو بياخد متفورمين، الجي اف ار بتاعه كان كام؟ كان بياخد متفورمين كام؟ وكان عنده ايه كوموربيديتي؟ واز ذير هارت فيلير؟ كان العيان شوكت؟ كان في سبسس؟ كان في الاي سي يو؟ كان ماله؟ تمام يا فندم. الحاله دي فيميل بيشنت 45 يير اوبيز، السيرم كريات بتاعها 1.8، خد مفيش فيه سيبسز. الدوز الدوز بتاع الميتفورمين هي خدت الميتفورمين 1 جرام بي اي دي لمده يومين، وده كان ريسنت ميديسن، دخلت في سيفير ميتابوليك اسيدوزيس 6.9. تمام. لما قسنا السيرم كريات السيرم لاكتيت لقيناه 8. تمام. والكرياتين زاد لكام؟ الكرياتين زاد لكام؟ الكرياتين ما زادش، يعني 1.8 2.1 ما زادش عن كده. يعني حتى قلنا مثلا ممكن دخلت في اي كي اي، ما فيش اي ايفيدنس اوف اي كي اي، في سيبسس ما فيش سيبسس. والبايكارب كان نزل سيفير ميتابوليك اسيدوزيس. تمام كده. حطيناه على سي ار ار تي 4 ايام متواصلين علشان نقدر. وفي الحاله ما هو النقطه دي انا مبسوط ان هو ان انت عملت سي ار ار تي، بس خلي بالك هم كاتبين في السي ار ار تي لما العيان يبقى شوك، والحاجه الثانيه لاكتيت فوق ال 20 ده كريتيكال انديكيشن في الميتفورمين ديتوكسيكيشن رقم 20، لان بقعد اعمل دياليسيس لغايه ما ينزل تحت الثلاثه واقوم اوقف واعيد ثاني اللاكتيت علا تحت فوق الثلاثه ثاني ارجع الدياليسيس ثاني. لكن الجميل في القصه انت بتقولها ان انا ما بعملش شورت سيشن، لكن فيه ميستري في الكيس ديت لان انا مش متوقع ان الكريتيريا 8 في يومين بس فورمين يخش بهذه القصة. يعني المهم السؤال الثاني. والله يا فندم النقطة الثانية ده وده حالة كانت مع زميل لي عنده هيريديتري ليبرز اوبتيك اتروفي كاز ميتوكوندريال ديس اوردر. تمام. دخل بري دايابيتس، خد 1 تابلت ميتفورمين 500 ام جي، دخل في برضه ميتابوليك اسيدوزيس، طبعا قلنا لا كلام فاضي ومش عارف ايه ومش من ميتفورمين. اتكرر معاه الموضوع ده سيفرال تايمز، اخر مره البي اتش بتاعته وصلت 7.1 من 1 تابلت ميتفورمين. هو اوريدي عنده ديز لايف سيرم. الدكتور نصر الله، الدكتور نصر الله هيضربك انت بقى كده. الدكتور نصر الله هو اوريدي عنده خلينا نحسم الميتفورمين ونسيب الميتفورمين خلاص، علشان يعني اخر كلمه هنقول عن الميتفورمين. اخر كلام عن الميتفورمين قول يا باشا. جماعه الميتفورمين ثاني دواء ليه سايد افكت، دواء بيعمل اسيدوز، والله العظيم بيعمل لاكتيك اسيدوز، ولكن الامثله اللي ضربت بيها دكتور ابراهيم يعني
انا مش عمال بحاول ابلعها لنفسي، مش انا مصدقك بس مش عارف ابلعها يعني. انا بمارس الطب بقالي داخل على 30 سنه اهو، بشتغل في القصر العيني، كنا بنشوف يعني القصر العيني، مش عايز اقول لك بنشوف ايه، هو ما حدش بيشوف قد اللي القصر العيني بيشوفه، والحمد لله في البرايفت براكتس اي سي ا لوت اوف بيشنتس اي هاف نيفر سين اني ثينج لايك وات يو ار سين. بس في نقطه هنا مش بكذبك ومش بغلطك، على الدكتور نصر الله العظيم بشوفه. دكتور ابراهيم ننقل على الادويه الثانيه بقى، اسمعني بس يا ابراهيم، اسمعني يا دكتور ابراهيم، على الاس بي تي 2 انهبيتور. دكتور نصر الله ارجوك اسمعوني بقى انتوا الاثنين. بص يا دكتور ابراهيم، اما يكون العيان انا اول جرعه من ميتفورمين يخش في اسيدوزس، يبقى التشويس كان غلط من الاساس. العيان قبل ما ببدا العلاج، اسمعني بس يا دكتور ابراهيم، العيان قبل ما اعالجه انا بقى المفروض بعمل له كرياتينين وبلاد جازس والكلام ده، لانه عيان في المستشفى. انت بتقول لي جاي باوبتيك اتروفي وعنده مشاكل كتيره جدا، يبقى العيان ده فيه ممكن يكون فيه مشكله وانت اجريفيتد وظهرت بس مع فيعني انا دكتور حسين ده هو عيان، هو ما شافوش كمان، ده عيان عارف واحد صاحبي حكى لي ده معايا باشا. طب احنا على في سؤال تاني، في سؤال ثاني في شيرت ميتفورمين ثاني، اللي هيكتب ميتفورمين ثاني هيخش النار. بس انا اقصد ان هو اوريدي عنده على دواء ثاني. هننقل على سؤال ثاني، هننقل على سؤال ثاني، على حاجه ثانيه. ابراهيم في سؤال، في سؤال ثاني دكتور ابراهيم ثاني. لا يا فندم، بس هو اوريدي عنده كتر لاكتيك اسيدوزس من ميت. خلاص يبقى انت، يبقى لو عنده لاكتيك اسيدوزس تضيف له دواء، يبقى انت التشويس هنا غلط، ولا التشويس بتاعك ده ذاتي، يبقى المشكله ما كانتش الميتفورمين. انا عايز اتكلم عن مشكله، يبقى ده مشكلتي انا، مشكلتي انا، مشكلتي انا، مشكلتي انا يعني. وبعدين اللي انا بحيي دكتور علي شندي السلايد اللي ضافها، اللي هي بتاع السيك دي رول ديت، احنا لابد ننبه العيون نحفظ العين بتاعها، يعني بتاع العيان اللي ماشي على صوديوم جلوكوز كوترانسبورتر 2 انهبيتور وجاله انديو فاتيج او فوميتنج او كلام زي كده، بيتعمل له بلاد جازس. لو في اسيدوز بيتعمل السيرم لاكتيت، اللاكتيت مش عالي، يبقى ده ايوجلايسيميك كيتو اسيدوزس، وساعتها بيتوقف وياخد جلوكوز وانسولين وحاجات زي كده. فانا اقصد اقول ديت مشكله الدكتور اللي بريسكرايب الدواء، وشوت بريسكرايب الدواء اللي احنا مسؤولين عنه. الدكتور معرفش الدكتور ياد رفع ايده تاني. حسين بعد اذن حضرتك، دي عايزه مننا في العياده 3 4 دقائق زياده في القعده مع العيان، نفهمه انت ماشي. بتاخد دواء لو تعبت، لو رجعت، لو اسهال، وقف الدواء اليوم كده. جميل. الدكتور ياد رفع، حضرتك رفع ايدك ولا سؤال محدد؟ فضل. Are we still using the term microalbuminuria? I think this is an outdated term. كديجو في 2012 قالوا لا ما عدناش نستخدمه، بس ما زال I wish that we don't use it. ما زال من الشهرة انه موجود، لكن الوقت الايديال بنقول A2 وحاجات زي كده. علشان بس ما دام احنا فاهمين خلاص، انا بتهيألي كده يعني. هو A2 هو المايكرو البومينوريا، هو قالوا شيله لان ممكن ناس يعني تحس انه ملوش لازم او يعني مش مهم قوي عشان مايكرو، لكن ما ان احنا بنستخدمه وعارفين اهميته، انا شخصيا ما عادش بقول مايكرو البومينوريا، بقول البومينوريا A2. لكن دكتور حسين مش بس هيك، التداعيات انه it's a costly test. You know when you do micro albuminuria it costs a lot. When you do just spot urine protein creatinine and you have the same answer, it will cost you very little amount of money. So really yes. This is the concept also. Yes, protein creatinine ratio in a spot sample is correlated with albumin creatinine. Yes. Although the scale is different. يعني ده 150 yeah. 150 ل 500 فوق ال 500، يعني من 150 ملي جرام ل 500 بروتين كرياتينين، ده يتوازي مع الترم القديم بتاع المايكرو البومينوريا اللي هو من 30 ل 300 ملي جرام بير جرام البوم الكرياتين. اعتقد ان احنا يعني ثانك يو فيري ماتش، اعتقد ان كانت يعني حلقه ممتعه جدا، وان شاء الله جالي بعض الاسئله وبعض الحاجات، هنخلي الويبينار بتاع اللي انا كنت ناوي يبقى بكره مساء، بكره الساعه 6 هنأجله لحد الساعه 8. هيبقى ابديتد مسجز في الدايابيتيك كيدني ديزيز، في الديسيجن ميكنج الجوريزمز، وهسلط الضوء شويه على موضوع الكوفيد 19 وادويه السكر. دكتور نصر الله تحب تقول لنا حاجه عشان قبل ما ننهي اللقاء كلاست ستيتمنت؟ كتير جدا جدا على كل الناس اللي حضروا، والواحد دايما بيستفيد اكتر ما بيعتقد ان هو افاد، وانا متشكر جدا طبعا على الناس اللي قالت لنا على كل تحفظاتها بالميتفورمين، وكان نفسي نمتد لبقيه الادويه لان في اسئله في الشات الحقيقه ثانيه، ولكن انا متشكر جدا يا دكتور حسين.
يعني اللي متشكر لك دكتور محمد الناس اللي قعدت معانا ده كله وتحملتنا رغم ثقلنا. لا لا انت راجل موهوب وانا تعرف العلاقه اللي بيننا وانا بقدر تماما نشاطك وكان نفسي ان انت تبقى متفرغ تماما علشان التعليم الطبي يعني لكن هي هذه الدنيا سيلافي. احنا بنشكرك دكتور محمد متشكرين جدا جدا جدا. نشكر الدكتور علي شندي. الدكتور فيصل تحب تقول حاجه؟ الدكتور فيصل بيحيوت. شكرا جزيلا يعني هي لقاء ممتع جدا. شكرا ان شاء الله بدعو حضرتك والدكتور رياض تبقوا معنا لحد بحيث هنكمل ويا ريت الدكتور نصر الله والدكتور علي شندي يبقوا معنا لحد الساعه 8 علشان انا هتبقى شورت برزنتيشن وممكن بدل ما تتقفل بابديت يبقى ممكن يبقى فيها ديسكشن نكمل بعض الايه الاسئله بره الميتفورمين ان شاء الله باذن الله. سعيد دكتور سعيد خميس. دكتور سعيد انا متشكر للجميع ومتشكر طبعا لحضور استاذنا الدكتور فيصل والدكتور رياض والزملاء والدكتور طارق وحضراتكم وطبعا شكر كبير جدا للدكتور نصر الله كعادته ومتالقه والدكتور علي السهل الممتنع ونتمنى دايما نشوفهم في الخير وتكرار التجربه ان شاء الله. شكرا أنا جزيلا. انا بتالي كده يبقى خلص الكلام. بشكر تاني وتالت ورابع الدكتور نصر الله والدكتور علي شندي ابدعتم ونلقاكم دايما على خير وبشكر كل الناس الحضور طبعا اساتذتي وزملائي ونشوفكم ان شاء الله بكره السبت الساعه 8 مع دكتور منتصر زيد هيتكلم على الهيموداليس ايمرجنسيز. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا. مع السلامه. مع السلامه. مع سلامه الله.